إخوتي إخوتني، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا بنازة يا بنازة. إحنا غنيو طول طول أولي هاي روحي روحي. يا بنازتي يا شابتي يا بناز يا بناز يا جميلة الجميلات، يا شابة الشابات، يا عقلة العقلات، يا منفتحة المنفتحات، يا طسطوزة الطسطوزات. فإنك يا بنازتي على الدهر مرتبشي. راكم لا شوية صباح نعم تخشخين. واش قال تخشخا تخشخا بينا دوك تبدا تبكي سوا با توردي كيسكو تو فو كوا جي با كومبري جي با كومبري بلور بلور اه سي تي بلور جو كومبران سي لو ديرني باكي بينا انا نقول صون راه مليح ما كاش تاخر بيشين هل فيها شوف شوف الروح تاعها راح تخرج وفي ديري البليزير هي دي قلعه مي انا حلالي شوفها مقطع شوف شوف لاباط تاعها كيفاه تطلعها رفيزي رفيزي شوف لاباط هذه شوف با بيناس شوف با بايغاف دوما بوغا دوك تهضر تريدني تريدني هيا بينا زي هاي شدي مليحة هيا قبيلة طلعت مع ماريا وطلع واحد وش نقول ما يستعرش هو قال لك سني بصح ما يستعرش بالاحاديث هذوك تاع واش تهضر معاه انت هادو هي تهضر له على الدين هو يهضر عليها وانت هي كدا 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 بابا شوف شوف عبد النبي سلام خويا جيلو واش راك اه عبد النبي شوف شوف عبد النبي سلام خويا جيلو واش راك اه عبد النبي راك غايه غايه والله غير غايه والله غير الحمد لله نحمد ونشكر على النعمه هذه اللي رانا فيها والله غير الحمد لله على بالك على بالك حتى انا عندي كلب والله نجزة. غير عندي كلب نجزة يا ربك نجزة كيفاه كيفاه نجزة لا ما هيش نجزة وش بيه هي نجزة تقيق تاع الصلاة دين ربك يا دين ربك اللي كانت نجزة علاش انت عندك كلب انا باسكو ما صليش ايه انت ما تصليش انت تصلي نصلي كي يحب ربي هالساعة على بالي موش حاب دونك شي لاطوط تاعي الله غير نحبك يا ربك نحبك
واش راك خويا ديلو؟ واش راك؟ صافا طريبيا. والله غير الحمد لله. ايه والله، الله يحفظك خويا ديلو، والله غير يا نحبك. روح بحال ستيلا الحال. ستيلا، شوف سلم لي على ستيلا، والله غير نشتيها. هاي هنا ستيلا، هاي والله ستيلا، على والله السلامة جيتي ستيلا، ستيلا. على السلامة جورجي، على السلامة كامل. على هاي السلامة خويا، مرسي الله عبد يحفظك. النبي، صح عبد وي النبي، خويا، على الله خير. يحفظك خويا. يحفظ روحه ديجا ومسكش وين يحفظني أنا. أنا نحفظ روحي أنا، لا أحتاج إلى الله. بونسوار ديلو. اها اليوم عندي خبر يفرح. نجيب تفضل، نحي لا ميوزيك، نحي لا ميوزيك. ايه جوستومون، دحمان الحراشي راهم دايرين ان كالا في لاشين، يغنيو دحمان الحراشي. شفتها ديجا هذيك، شفتي فيديو في زرائل ثاني العابرة القرات. راك في لاشين انت؟ مانيش في لاشين، راني في اليوتيوب نشوف فيها. داروا ان كادا في لاشين، داروا في قديمة هادي، قديمة تما راني اكزيستي وعندهم شوية صافا. نو ماشي الفن والطرب اكزيستي، الفن والطرب الجزائري. اي بصح دوبوي 1920 بيبري. وشنو 1920؟ دحمان الحراشي هذا انا ما نعرفوش. كيف 1920 دحمان الحراش؟ زايد 1920 نورمالمون. ايه ومات او 1900 هكذاك، ومات او 1980. كيفاش مات؟ دار اكسيدون في باري نورمالمون. لا لا ماشي في باري، لا سي دار ان اكسيدون كان ديجا مريزيدي في دي زونفيرون، ماشي باري مي دي زونفيرون. نعم لا مدرك، تعرف لا مدرك؟ ايه لا مدرك، كان يسكن في لا مدرك ابري دار لاكسيدون. تم دار اكسيدون وكان شويه بالع ودفنوه في فرنسا. وين دفنوه؟ في الجزائر، دفن في الجزائر. داكور ابار سا سافا. ايه سافا يا خويا، انا طلعت نسقسي عليك لي سوجي فيتي، لي سوجي تاعك خليهم عندك، لي سوجي فيتي هذوك الله يسعد. انا جيت نسقسي عليك ونهبط. ما تحبش نهضر في على الله ورسوله وكتابه؟ يا ودي اليوم النهار تاع دحمان الحراشي. غني لنا، غني هاي راه. اه غني لك، هاو كان يغني دوك يغني لك دحمان ديالك. انت لا ما ديرناش دحمان. يا شوف لي شوف لي جابوني يغنيو في دحمان. شوف خلاص خلاص سمعناها. هيا شكرا جزيلا، ميرسي ميرسي. سلامة سلامة. دحمان دحمان على بالك ما كان حتى علاقة عنده مع الدين. دحمان كان إنسان هواوي، كان يحب الزهو، كان يشرب، كان يسهر في الكباري في المدراي، خلوي، إنسان خلوي. على بها أما علي سامبي بالحاج فركوس عباسي المداني، كاش واحد يهضر عليهم؟ ما كاش. لماذا؟ ماذا أعطوا هذا البشر إلا الخبث والقتل؟ على بالكم الإسلام هذا وكعرنا الرب تاعنا راه وسا خلط الجزائريين، خلط لهم الرب تاعهم. على بالك حنا كنا كانوا دائما مسلمين، ما يقولكش اون سون بالي روبينيو من الدين هذا. انا واحد كنت جو مي كونسيديري كوم ان مسلمان، انا واحد بيك ما خاطيني مي دو كولتور مسلمان. حتى جاو هادو علموا لهم شويه يقراو، داروا لهم جامعه هذيك تاع هذيك تاع ليسونس اسلاميك كاروبي في خروبة، داروا لهم هذوك، جابوا لهم المشاكل كاع اللي كانوا في الموين اوريون، جابوهم من الجزائر بواسطة هذيك الجامعة تاع خروبة. وشحال من واحد
دخل اون طونك مسلمان وخرج خلاص حبس فهم الى كومبري فهم بهذا هذا الجهل هذا. حبيت نقول لكم برك على الحكم الخبيث وبزاف يقول لك عمي تبون ولا ما تبون وين تعرفوا رب تبون ديجا ما تعرفوش كيس كي فو بوليتيكمون ريان زيرو راه في النيجاتيف ياك سي با نون بوليتيك يعني هذاك نتاع مصلحه تاع شيتا كي كان بوتفليقه داير كي كان بوتفليقه واش قال على الكاتريام موندا انا نفكركم انا واش قال هيا راح نشوفوا ولا تشفى ولا ما تشفاش واش قال على الكاتريام موندا تبون كي كان بوتفليقه حي هيا لا فراز قال لي فراز راه تسيبوها في اليوتيوب ما قالش جوز بلا ربكم مي سي دون 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 سو سونس قال هكذا تيكستو اقسم بالله غير الكاتريام موندا فيها في عيكون حبة من حبة وكرهة من كرهة اقسم بالله الكاتريام موندا يفوت يقسم بالله نجاردان حي ياك مات النان جاردان جابوه هو وش ولا يقول على العشريتين السوداء تاع النان جاردان وش ولا يقول كيفاش واحد يقسم بالله لان برنامج فخامته لازم يكمل هو فخامته راح وهو ولا بومباردي فيه قال كارثه هذيك كاتريام موندا هذا بريزيدون تاع الجيري دوك نسمع لكم نسمع لحبابي اسمعوا واش يقول كي كان بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا دابور أنا كجزائري هذا راه يطيح لي راه يسب فيا ويسب في بلادي نورمالمون لي سالوتاسيون دان بريزيدون ا سون بوبل يتجه للشعب تاعو واش يهضر على دين رب مومونا ابو كيلوطا سي كوا سيت ميرد واش دخل دينا رب هذا الرسول تاعك اللي تامن به انت ما تامنش به طاير ما تامنش به او نحى هذيك قائدنا نحاها كان يقول قائدنا حبيبنا وقائدنا وامامنا وكامل نعاودو نسمعها شوف ما كان بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وامامنا سيدنا محمد الف صلاه والف سلام عليه سيدنا سيدو 701 كيلو نتاع سلعة بوكوطا هذيك على سنة الله ورسوله هذيك ولا كيفاه هذيك حلال هذيك 701 كيلو كيفاه حلال هذيك قايدونا أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل منذ ما يقارب 5 سنوات طلبت منكم ثقتكم لتسيير البلاد التي كانت آنذاك يرثى لها في كل الميادين بالتقريب ياك سمعتوا كيفاش هذا تثقوا فيه كيفاش تقولوا هذا عمي تبون كيفاش تقولوا تبون ويخدم له كيفاش تثقوا في دين ربو هذا ماشي رخص هذا
قال لك لا بيريود تاع بوتفليقه مقوده. ها نعاودوا نسمعوا الرب تاعها. ايها المواطنون الافاضل، منذ ما يقارب 5 سنوات طلبت منكم ثقتكم لتسيير البلاد التي كانت آنذاك يرثى لها في كل الميادين بالتقريب، والتزمت أمامكم. التزمت بترامك التزمت وإصلاحنا يا قالك بالعربي غير كاتريام موندا فيها أقسمه بالله، غير برنامج فخامته النانجاردا يكمل أقسمه بالله، لأن البرنامج طراز الرافع دركا. وقال لك لي 20 ans تاع النانجاردا كارثة دون تو لي دومين. هذا ثقوا فيه، هذا هذا حكم، هذا الحاج انت بقالك غير ما يحمى وراك تدخل في واحد المواضيع ما تفقه فيهم والو. عباك سمح لي تبعتك بزاف لي لايف ديالك خويا، والله ما راك فاهم فيه والو، لا دين لا سياسة، راك تبني تبرك في الهضره الحاج على بالك. اسمع راك موشي الفرني في صباعك ولا ما ليش موشي فري؟ انا فري راجل وما تسيسا ما تحبط لي المورال وتلعب بهاد الهضور وكذا. لا لا ما يحبطك المورال، راني نشوف انا شو انا فري راجل فري راجل، انت كبير وانا نعطيك عقلية ونرجعك راجل كيما راك تهضر. انت زيرو انت زيرو واللي تبعوك زيرو وراكم قاعد تبني طوبر في الهضره شريكي. اه اوكي هيا بقى على خير. عوض مشي قول على بالك شكون اللي يوري يديه يوري الخواتم نساء ولا هوموسيكسيوال؟ تو ال دروا راجل عمره ما يوري صبعتيه والخواتم والساعه باسكو راني نشوف فيكم كاع تهضروا هكذايا وزعما تكتبوا شي هكذايا باش يوري الساعه يوري لخواته كاع كاع كاع. واش بيكم تورنيتو يا رباك؟ وراه رجلا وراه هذا وراكم يا رجال، وراكم يا رجال يا الجزائريين، وراكم يا رباك. قال لك الماء يحمى، قال لك على بالك اني حاس روحي جن. شوفوا جوليا الخوان حاس روحي جن، انا مازال 20 طون في عمري في عقلي مهبول، انا مهبول واخا جاب لي ربي انا 20 طون بون. صباح الخير جيلو، ولاباس الخير لطفي عسلامة كيما حبيت. الله يسلمك جيلو، الله يسلمك خويا، الله يسلمك. او جيلو نحبك بزاف والله نعزك بزاف يا جيلو. والله سيما شفت واش قال لك؟ سبحان الله كيفاش نقول سبحان الله؟ شوف كلامنا كيفاش جاي، شوف كيفاش شوف واش ربا وناك شوف هاك تشوف كيفاش تكونديسيوني انا جيلو. نومي هذا لا غالب عليه هذا، ما وشك راح ندير هذا ما درت والو. انت ما درت والو جيلو، ما درت والو. هل علي طي علي يسبك؟ ما درت والو سبحان الله. ما كلا قلبك ما كلبش قلبك على الجزائر راهي مقوله، كلا قلبك على جيلو. انت بريد بابا غامي تاع مون فرير او بابا كلكان مون فرير. والله شتي لي جي صافا جيلو خويا واش راك بلاه؟ صافا والله تري بيان تري بيان. راح يزيد الدوزيام جيلو. واش من دوزيام؟ راح يزيد موندا واحد اخرى ثاني. ما عنديش عارف ماشي نتبع فيه كاع سيرمو بلا بلا قسم لا رزاق على تحل فمك تروح للحبس. سي لوبا جيلو سي لوبا وخافوا. شفت كما سي لهم محمد انا ياك دراري جيلو اسمح لي على الهضره اسمح لي يا سان غوم. هيا هيا لطفي بقى على خير بقى على خير بقى على خير جيلو بقى. سلامة. ألجيريا السلام عليكم. أهلا وراك عزيز وغالي جيلو.
شكرا. انا يا مرقلي مسلم صح من حبس طياح، ما عجبنيش الحال والله ما عجبني الحال. تربيه ما كاش تربيه مقوده بزاف. المهم جيلو صافا صافا جيلو، انا مع الهدى ثانيه اسمح لي، مع كل احتراماتي احترامات. وعلى احتراماتك عندك راي قولوا. علاش 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 انا خرج عليا تبون؟ كيفاش خرج عليك؟ بكلش، عندي خدمه، راني خدام بداري، طوموبيلتي، حياتي، استقرار. احكي لك على في خمس سنين درت هذا الشيء كاع والله غير درتهم اقسم بالله. اكتبيع في البيطانه انا تشري عليها البيضه وتبيع فيها ولا كيف؟ جيلو كي نترككم حاجه تقولوا البيضه احنا خاطئين. ما تقعدش بيا بخمس سنين عندك دار طوموبيل تزوجت وين كاين حيتو كاع وما دارش من طوموبيل. ورث دار على جدي في الحراش. ورث دار واش دخل رب تبون؟ لا يعني الحمد لله لقيت روحي في البلاد. تبون عجبني يا خويا. يا خلاص مانو عجبني ما فيه ما يعجبه. معليش مهم انا يعجبني ويعجبني الجيش تعجبني بلادي. تكون مركاش كيما تبون ما بار مركاش جيلو ما لقيتش هذو اللي ترشحوا الدوزيام قش بغته جيب لي ربي ما كاش لا غالب البقرة يعني هذا وش عندنا جيلو وش هاك باغي دير؟ لا ماشي هذا وش عندنا هما غلطين كلش باش انت تخمم كاين رجال ونساء من طراز الرفيع ورهم كاع اتق الله حكمت لعن الله قوما حكمته امرأة اتق الله يا جيلو اتق الله انت انسان زين ونبغيك ونشتيك اوكي رجال جاني معك بس تقول لي مرة جيلو تحكم دولة و مارغريت تاتشر تسمع بها؟ ما تقوليش انديرا غاندي تسمع بها؟ وي هذوك ميركل تسمع بها؟ وي نعرفهم وكيفاش هذوك كيفاه؟ يا ربك حبك جبت لي الموفيسا طلعت لي زاكريز ولي زانير طلعتهم لي يا ربك واش دار فيك الدين؟ يا وجيلو خويا واش نقول لك؟ انا راني نحكي لك بالمنطق. منطقة؟ والله غير منطق. مرأة جملي ربي بلاصتها في الكوزينة شخشوخة متوم شطيطحة شلاضة معدنوس عدس لوبيا تغسل تنقي الحنان تربي الأولاد تعطي لك بيت واسع نظيف تعطيك استقرار تعطيك أولاد نقيين جملي ربي جيلو أنا هكا وانت تخدم والله. وكي مرتك تمرض من الفرج تاعها قالوا لي هاك كن زعما نديها للراجل ما نديها من امي ما تمرض ما والو من الفرج الدعاء والصلاه ان شاء الله تكون بصحه جيده. شحال في عمرك؟ بديني نحكي لك الواقع. انا في عمري 40 عام ونقعد هكا تخمامي حتى نموت اقسم بالله ربك ما نبدلو المرأة في المنزل من الآخر. أنا عندي مبدأ نعيش به، الزوجة تاعي في المنزل مانيش مزوج، الزوجة في المنزل تربي الأولاد. ماكش مزوج الحمد لله بالك تولد بالك تزوج وتولد أوكي عندك 40 سنة؟ عندي 39 سنة جيلو وراك تزني؟ لا استخف أو كيفاش دير مالا دير لو توستوب. أنا عندي سؤال لا حبس لي فهمني أنا كيفاش راك دير؟ عندنا الاحتلام احنا مسلمين ربي سبحانه عز وجل يعطينا الاحتلام حاشا كنفرغ وحدك هكا ودوز الصباح سيبو ونخدم سمعنا نخدم ما عنديش الوقت باش ندير صوالح مقودين. واش تحتلم؟ تحتلم عائشة خديجة واش تحتلم؟ شكون عائشة ما فهمتش؟ عائشة مرت الرسول استغفر الله. ولا شكون واش تحتلم؟ يماك اختك يخي غض البصر على النساء ما تشوفش النساء ما تعرفش استغفر الله اللي تقدر تشوفهم تيماجينيهم عائشة خديجة استغفر الله. انا واش فيها ما فيها والو هذا حلم. انا حلمت روحي مع عائشة في وسط عائشة وخديجة وطاق على منطقة درناهم كاع انا نهضر اقسم بالله نهضر عائشة
ليكسبيريونس اللي عندها في هذا تبومبي ربها تبومبي. نهضر معاك بالتي احسن. انا ثاني اقسم بالله غير نهضر معاك حلم هذا حلم ثاني حلم من عند الله سبحانه عز وجل. تحكم في الاحلام تحكم في الاحلام ديالك انت يا جامي. وانا نقول لك زدت حلم ثاني نمت روحي مثلي. كيف مثلي؟ ورحت يا رسول الله واعطيته الحس ورسول الله عجبه الحال. يا ولدي ما نحكي لكش هذا كوشمار ماشي من طال. كيفاش مثلي؟ لا حول. حيث ما نحب الرجال ورحت تلاقيت مع رسول الله محمد قلت له روح لهنا عجبتني القفة تاعك وعطيته الحس وعجبوا الحالة عجبوا الحالة قال لي وي انكور انكور حرام والله الله الله سبحان حتى الله نمت ندير دخله استغفر الله حتى الله اقسم بالله حبك تخلص وانا على بالكم نياتي يلا كي نموت ديني واخي كل حاجه حلال في الجنه لا ياك كل حاجه تحب ديرها وانا حبيت ننكح الله ننكح فعلا اروح لهنا كل شيء حلال واش فيها ما فيها والو بالك حلال ويقول لي زيد حول ولا قوه انا ما غاديش نقول لك حتى راني خايف عليك تخلص عليك فاش خايف عليهم تخلص عليهم والله ما تموتش موت مليحه تموت موت زينه كيف هي موس ولا من لا لا حي من نو بالعقل بالعقل بالمرض كونسير تاع لانيش ادعي لي كونسير تاع لانيش يرحم الهدايه يا الله يا حنين يا كريم يا البوغوس عطيني كونسير تاع لانيش عطيني نعد النهار اللي عرفت الرب تاعك دير حلك شويه ترامك حلك شويه عطيني كونسيرت على نيوز ما تصلح الوالو ما تفيد الوالو ما نسمعوك ما نشوفوك ولادي يموتوا في غزه الظلم راه تساير داير وانت اوطار راح لا حول ولا صلوا بريكوس كنت مركز الجهل المقدس يا ربك واش طلع واحد الفوق انا قلت لكم البارحه ما يطلع الفوق او الرب نهبطوا بسترينغ روز بونبون ندير الاعلان تاع ال جي بي تي وعنده بونكارت اي ام جي ويمشي في لا جي برايد الله نديرها انا قلت لكم وانتم اللي تخلصوا باسكو كاين في الايه اللي بروفوكي واحد ماشي مسلم ويسب الرسول ولا يسب الله او الحساب عليك انت جيلو السلام عليكم عاشور السلامة انا جو تي ابلي جوست بور تو دير ستارت بيك جو تيم بوكو جيم بيان تي بروبو جيم بيان كومون تي بونس فوالا مو شو افيك توا ميرسي شكرا مي مو جو بونس نورمالمون فوالا شكرا tu es très logique bravo et merci pour ton courage merci صحة جيلو صح اكلك وراس الاول ويردي فوق يفوت صوفي ولادنا هادو راهم ولادنا الو سامي السلام عليكم جيلو اهلا سامي عباس اه صوبا تري بيان عندك شويه برياك صوبا قال انا نصوب وي كيت قاري عاود دوموندي سامي يرحم بابك ها يا صح اللي صق غير ما كان له قاري وريح بهدوء ما شتو ال هذا ماشي مزوج 40 ماشي مزوج سي غراف لا سي غراو مش مزوج يا وحا يا جزائريات الزواج راه ماشي ضروري طيحي في واحد كيما هذا
حياتك راحت في كي تزيد، راحت حياتك في كي تزيد. ما تقلقوش يا بنات يا نساء، ما الزواج ما ديريش كاع في بالك. واش بيكم طيح هاوليك هذا يرجع لك حياتك مرار. والو والو في الراس، بلاصك في الكوزينه حتى كي تمرضي يدعي لك، ما كاش الطبيب. سي غراف ديالنا الزقوقو، سي غراف يا سي تري غراف. وهاد ليسبري هذا كاين في الجزائر، هادو صحاب القناطر اللي داروا القناطر درك هاتيك وداروا السنه وجاو. على بالك تيماجيني اون فام اونتر لي غريف تاع واحد كيما هذا. انا ايفيتي ميجيلمون، راني نقول لكم يا جزائريات مغربيات تونسيات، ايفيتي الميجيلمون، ايفيتي لو بور لانستون، ايفيتي لو. ولا لازم اون معيشه بروفوندي، ميم افيك سا، ميم افيك سا على بالك عنده با 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 حبك سي ان كريمه باسكو مراه تقعر لها دينار بحياتها. واش راه مبهي الدنيا هذه؟ ماشي المراه بارتو وين تروح لا بيبليسيتي يديروها النساء. لا فام ايتي سونسيال يا ربك، هادو قتلوها، قتل الرب تاعها يا ربك. قبيله قعد الرونجي وطحت في واحد لي دوك نوريك عن بالي الخيط راه متبعني ولا صرتهم. صبت البراوات تاع بنات وليدي. شوف غير الحنان صغارات 6 ans 8 ans. شوف pour papy que j'aime de tout mon cœur. Je t'aime papy. شوف بو هادي مازال صغيرة، هادي صورتني. سي كوا سا؟ كيفاه هادي؟ كيفاه هادي بلاصتها في الكوزينة؟ كيفاه هادي تحكم فيها؟ كيفاه؟ كيفاه؟ وشنو هاد الدين الخبيث، الدين القتال؟ وشنو هذا؟ وشنو تقتلوهم، تقتلوا الطفلة، تقتلوها الرب، الدين تاع الزبل هذا اللي قال لنا دين ربنا. يا جزائريات مغربيات وتونسيات، مسلم حط يدينا ربو بجيه، يروح يربو، ما تزوجيش، ما تزوجيش بيا رباك، ويزوج عليك،
كاتب ياسين قال لك حنا كانوا عندنا الملكات، كانوا عندنا الديران حنايا، ولينا درك المرا بلاصتها في الكوزينه. اسمع انت راك طلعني طلعني دوموندي، نطلعك نضرب خطر من هنا. هاد الدين هذايا وهاد الربابة هادي يفوسون دي براسي يا رب. شوفوا شو كسبري، وشكون اللي راه يستعمل في الدين؟ شكون راه مدير القانون؟ الحكم الخبيث، السراقين، القتالين، تاع الغبرة تاع 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 الزطلة تاع هاد ولاد الحرام. على بالكم كي كنت نجري ديسكوتيك في لي شونزيليزي، جاني واحد ايميغري باباه بوكو حلا وهراني هو، بدينا نحكيو هكذا كنا كيما البار نحكيو هكذا. قال لي مون بير يبولي فير ان سونتر توريستيك في لي زندالوس. Ah, il est allé voir, tout était prêt, il a eu l'autorisation avec l'architecte, ou l'ingénieur de génie civil. Ah, il a tout fait ici. Nanaya, voilà ce qu'il veut, voilà ce qu'il veut. Ah, il a pris le plan, il est parti. Ah, c'était impeccable. Tout le monde était content. Mais j'ai dit au général, avec les Kanhak Mltema, alors pour que ce plan se réalise, il faut 2 millions d'euros. عباك شنو 2 مليون دورو فرشو. هذا اللي كان حاكم لا كاتريام ريجيون. راني نحكي لكم في لي زاني 2000، في لي زاني 2000 هادي فرشو. قال له 2 مليون دورو نعطيك المارشي، جيب لي 2 مليون دورو حطهم لي نعطيك المارشي، سينو بلا ربك ما دي. واش قلت له ايرو الى اكسبتي؟ قال لي جامي. قال لي نو نو سي فيني، قال لي فو بلو نونتوند بارلي مون بير. هذا الشيف دو لا كاتريام ريجيون ميليتير. وعلى بالكم زوج واحد اخرين وساو السيرفيس ناسيونال تاعهم في وهران، واحد فيهم كان يروح باللوندروفر ولا بالكاميون تاع لارمي لا فرونتيير، يجيبو الزطلة مشرية من عند ميميسيس، يجيبوها في لي كاميون ميليتير. اه يا ديني. ومازال يقول لك انا مع تبون السيستم هذا. شوف كي بوتفليقة كي بومدين كي قاعدين ربهم قاع tous c'est la même merde. C'est un système qui est la boîte noire هذه اللي راهي حاكمه البلاد هذه ياك. هاد لا بوات نوار هذه بارنو جيدايزم كريستيانيزم بيسكو تياتي. وعلى جيدايزم واش دار واش داروا لي في بلادي جيدايزم والكريستيانيزم؟ المادة الثانية واش تقول؟ اليهودية دين الدولة ولا المسيحية دين الدولة أو الإسلام؟ الإسلام هو اللي قعر ما دين ربنا. أما هنايا لا لايسيتي فرات كلش. المسيح راه في ليكليز تاعو راه يربط، أما السياسي راه سياسي. فيكتور قال لك تي أن رخيص. وعلاش علاش 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 كان رخيص؟ Mais t'es athée, tu ne crois à rien. Oui, je crois à rien. Et alors? Mais Dostoul Jazairi, mais où je non? L'islam dit de là. Le code de la famille, Ninjabou Dinarbo, mais je mets l'islam. Le code pénal, l'article 144 bis 2, Ninjabou, je ne dis pas l'islam. Ou l'aide n'a pas, je vais le baisser à cause de tout ça. T'es un bon yol. ماشي هكذا بونيول بونيول ماشي بون يول. فيكتور
ما نلومكمش راني نقول لكم اشاك فوا نشوف واحد كيما هكذا يسبني ومنا على بالك نزيد نشحن كونتر البوفوار باسكو هو اللي داركم هو اللي صنعكم هو اللي خلاكم هكذا بوشارف بوشارف الحواس يا دار يا بوشارف بوشارف ما نسمع اسمع فيك سقم روحك سقم الميكرو ولا واش قال الاخر سي تندروا دو نو باكروار مي بلامي الاسلام اشاك فوا جو نسوي با داكور بعد دير عشرة وقرص دير عشرة وقرص كي ني با داكور دير عشرة وقرص الله تاعك في القران ويضل يسب فيا انا تي داكور المشركين نجس اصوات الحمير كالخنازير قردة واش ها هو عنده الدروع وانا ما عنديش دروع رجع هاو يضل يسب يضل يطيح الهضره طيح وليد القاع عتل بعد ذلك زنيم صورت القلم 13 الله الله تاع الاسلام زوفري كومبورتمون تاع فويو كيما الكومبورتمون تاع تبون وجماعته تي فويو على تاع الدراجين عتل بعد ذلك زنيم شي وليد القاع الله الله يقول على وليد القاع وسما سيمه على الخرطوم يعني وشمو وشمو في نيفو هذا الله كلام رباني هذا كلام تاع زوافرة تاع محمد والصعاليكا صحابه هذوك امو سير لندنون واش تحب نسير لندنون شي جامي سي با مون تريك لندنون مات مات Alain Delon, il avait peur de mourir. C'est normal, il a vécu. Il a eu une belle vie, beau. Ah, ou beau gosse en plus, ou madame Adga à ses pieds, drame l'ahna. Ah, je vais être triste à sa mort. C'est tout. Il y a une fin à tout. Au moins, ah. Un athée qui défend le judaïsme et le christianisme, mort de rire. La contradiction des sionistes. Des sionistes. Un cadre maïa. Un sioniste, c'est qui m'a déjà chèque. Un mot sur l'Algérie qui veut l'Égypte lui ouvre ses frontières. Voilà, où sont les frontières à l'Égypte On est dépassé à Arbac, on ne peut les informations, je ne sais pas. Bachir, je suis pour Palestine. Ah oui, oui, moi je suis pour. Les habits, je suis pour Palestine, je suis pour les hello. Ah oui, 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 il faut ouvrir les frontières. Je demande à l'Égypte d'ouvrir les frontières. Les Hébérochi Harb idafent à la Palestine. Rochou, bien sûr, il faut aller défendre. Les Palestiniens sont harbo. Rahum fil Marikan, rahum fil Jazair. Ils ont des restaurants, ils ont des villas, ils ont des Mercedes. Ils ont des enfants en France, en Marikan. Les Palestiniens, ils sont en Jazair. Rochou, le Berk a tenu 100 euros. نعطيوها لفلسطين ولا يعطاك 100 يورو اروح لهنا اروح عندي انا نحبس التيك توك هذا نحبس الفلسطينيين انا كفار دو لا باليستين قال لك فلسطين هذيك تروح تقود انا نعيش في الجزائر انا بيان اونكور الناس قاعد تحبني ما
فارطين والنوم، واش عارف يدين ربهم هذو، خليهم يموتوا. الله الله الله، ما على بالوش بربهم. وانت ولا كنت جيت مسلم يا اخي، كل حاجه بإرادة الله، ما كاش حاجه تواسى بدون إرادة الله. اذا الله اللي راه حابهم يموتوا، وانت واش دخلك؟ راك ضد إرادة الله تروح تسلكهم. تي جون تا شوبي ليباتيت؟ نو جو فودري شوبي كونسير دو لانوس، سا سي انتيريسون ليباتيت. وهادو كاع مكان مكان. اسمع، شوف شوف، انساو انساوني انا. شوف يا با، يا با ان كونار كيما انايا، انا هو لو بلو كون دو لا بلانيت تير. انا هو، مي اهضروا على واش راني نهضر، خليكم. انا رخيص وما نسواش، ما نسواش بسقه، ما نسواهاش. انا حركي انا واش حبيتو، اون سون فو، خلاص انا خلاص راني باين ياك، ما نسواش. اهضروا على واش راني نهضر، واش راني نهضر على السياسه في الجزائر، واش راني نهضر على الدين الاسلام. جاوبوا جاوبوا، قولوا لي راك تكذب. ايه انا كلب، ايه يا زيد انا كلب بصح. كيفاش كيفاش الحاله مع الدين الاسلام ومع عم السبون يا جيلو؟ وي سبيريدو. ايه سبيريدو. نروح لك لهادوك تاع غزه، تاع غزه تاع غزه هادوك. على بالك باش تدخل الجنه يا وسلعه الله راهي غاليه، وش بيك؟ سلعه الله راهي غاليه باش تدخل الجنه نتايا، ولا راهي غاليه لازم تضحي بالنفس والنافس. الجنه راهي غاليه. انا رفزت الجنه، انا راح النار. ايه معليش انت، انا باش نجاوبك برك، معليش انت على بالي باللي انت على بالي وينك رايح، على بالي معليش. باسكو انا اللي حاب نروح للنار، انا الله كيهضر معاه. على بالي على بالي، اقسم بالله العلي العظيم غير صح. ما كذبت مع الله، قلت له شوف تديني للجنه نحي لك الرب تاعك. معليش قال لي لا لا لا، قال لي خلاص ما تزعفش، قال لي خلاص كي معليش معليش. مصح برك واش حبيت نقول لك، هذوك اللي هذوك تاع غزه، هذوك هذوك تاع غزه والله غير من اهل الجنه، والله غير من اهل الجنه. يعني ما كاش ترامهم 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 اذا يروحوا الجنه ترامهم. انا من الجنه واش الجنه ما جابوها لا في الحياه لا في الاخره، ما كاش. ايوه علاش الجنه لازم تشوفها في الحياه؟ ما كاش الجنة، راهي خرافة، راهي خرافة، سي اون كونري انفونتي بار لي زاتر هيومان اللي راك تامن بها انت. لا لا يا جيلو، لا يا جيلو، لا لا يا جيلو، بالك نتايا ما تامنش بها، بصح كاين اللي يامنوا بها. اي من حقك، يعني نقول لك انا تفاهة، سي بلان ميرد. نتايا دو حكايات مرديك ومرديك. معليش انت ما تامنش بها، بصح كاين الناس اللي تامن بها. انا نامن باللي كاين الجنة وكاين النار. وراك رايح انت، وراك رايح، الله هو اعلم. كيف الله اعلم؟ راك شوم اكثر لي هما بيسر نصلي سبحان الله بابا. بيسر اكثر لي في وقتها، وكي تصلي كي تصلي راك شحال، عطيني البورسنتاج علاقتك بينك وبين الله، شحال البورسنتاج؟ خمس صلوات في وقتها. شوف كي تكون تصلي راك تقرا في القران، القران هذا راك تقراه لمن؟ لله. بيان سور. شحال البورسنتاج يعني المخ تاعك، المخ تاعك راه مكونسونطري شحال مع الله؟ راهم كونسونطري، راهم كونسونطري. شوف من الصبحه، من الصبح، من الخمسه تاع الصباح، من الخمسه و الخمسه و 17 دقيقه حتى الليل العشاء، نزيد نصلي العشاء، يعني راني مكونسونطري مع ربي سبحانه. قول 99% نقدروا، بالك تخزر في مدام، ما تخزر في كذا، تخزر في كذا، 99% معليش، بصح مكونسونطري، مكونسونطري مع الله عز وجل. على بالك تخزر في مدام جهنم خليتوني،
غض البصر شي خالد محيط. علاش جنا خالد؟ شت انت كاع واش راك تهضر؟ شت انت كاع واش راك تهضر؟ شت انت كاع واش راك تهضر؟ انت بار اكزومبل بار اكزومبل هذه الدنيا ما تقدرش تعرف كيما يقولوا الصحابه بكري في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني كيما يقولوا قبل ما يدخلوا الاسلام كانوا يعني يعملوا داروا المنكر عذبوا الناس عذبوا المسلمين اللي دخلوا بصح نهار دخلوا الاسلام ربي يغفر كي دخلوا الاسلام ثاني تقاتلوا ما بيناتهم تقاتلوا وانت اللي تقولوا رضي الله عنه هذا قتال سيتان كريمينال علاش قتال تقاتلوا ما بيناتهم الصحابه لا لا أني غلط شو ما تقاتلوا الصحابة ما بيناتهم جيلو هيا هيا دوك نجاوبك هيا ولا غير نجاوبك هيا هيا وراهم تقاتلوا فاش تقاتلوا فاش تقاتلوا ما تقاتلوش على خلاف ما تقاتلوش أه ما تقاتلوش شكون شكون الخليفة الأول شكون أبو بكر رضي الله عنه باش مات كيفاش مات أبو بكر مات مريض فاش مرض ومات فاش قتلوه هم يكتبوا لك هم يقولوا لك كيفاش مات اروح زيد اعطيني سؤال واحد اخر روح معليش هم يكتبوا لك على بالي شكون رمبلاصه ها شكون رمبلاصه رمبلاصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كيفاش مات عمر بن الخطاب قتلوا واحد اك تعرف تاك تعرف الاسم ها درك قتلوا واحد اي قتلوا وعلاش قتلوا على الامامه قتلوا على قتلوا على الامامه اسمع اسمع اسمعني بيان اسمعني بيان انت الاخلاق تاعك تاع الجزائر فهمت وراك تحوس tu veux enjoliver une histoire criminelle une histoire de merde arabo islamique هك تحب تزوقها علاش باسكو انت تامن وانت تخاف من الله هذا اللي بريزونطيوك تخاف ترعش منه وخايف باسكو عنده النار ودارو لك عذاب القبر دونك انت راك الرهبه رايحه كماتك يفوك كل تو سوا بلان حتى ولا على بالك راك تقرا باللي قتلوا تقاتلوا ما بيناتهم لازم تقول لا لا ما تقاتلوش لا لا ما تقاتلوش جاوبك جيلو معليش جاوبك جيلو انت تكلمت وانا نجاوبك جيلو شوف انا 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 شوف عمري ما خفت من ربي سبحانه ما تخافش منه خليني نكمل اخي انت هضرت وانا خليني اسمعني 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 كيما سمعتك انايا اسمعني نعم ياك تقول في اك تكفر هنا باسكو انا سمعت علماء كبار قالك الخوف الا من الله دونك يخاف من الله معليش 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 انت راك كافر يا صاحبي راح تقعدنا الدنيا ولا راح تدخلنا ندخلوا على جرح هاسمع خليني انا 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 ما نخافش من ربي سبحانه باسكو ربي سبحانه واسمه الرحمن الرحيم فهمت الرحمن الرحيم ولكن شديد كي نروح شوف ايه شديد العقاب كي نروح انايا كي ايه بيان سور شديد العقاب بيان سور كي نموت كي تجيني الموت كي تجيني الموت ونروح عند ربي سبحانه ما نخافش على بالي باللي انه عندي عقيده في قلبي باللي الرحمن الرحيم يعني حتى وان نخطا انه رحمن رحيم رحمن رحيم في كلامه ديجا كاع كي تجي باش تقرا المصحف ولا تقرا ايه قرانيه قول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ارحم من باباك ويماك سورة توبة ما فيهاش بسم الله سورة توبة قال لك اذبح اقتل واسلخ يا خويا علاش تدخل في الدين الضيق هذيك ما فيهاش البسمله ولا كيف كيف واش تحبني نقول لك انا راك تهضر لي راك تكذب عليا وانا نهضر لك بالصح صح جيلو واش دار لك ربي واش دار لك ربي سبحانه باش راك دير معاه هكذا واش دار اسك ربي دار لك كاش حاجه اسمعني بها ولا كاين رب يروح يربب دونك انا ما نمش فيه واش تحب انا نهضر على القران واش فيه القران والتفاهات لي مناص اللي فيه والتفاهات اللي فيه هاد راني لوتي كونتر هاد الجيحه هادي تاع القران اللي مكتوبه في القران هاولي. صح معليش شوف ولا كاين الله حقيقة يروح يربب معليش استغفر الله العلي العظيم ولا تستغفر خي أنا
ايه ما ادريش انا، استغفرت ربي لانني نسمع لك. انا اقوى منه مليار خطره، اقوى منه. انا شوف، انا شوف، انا هنايا وانا نتحداه، نتحدى دير كش ما عندك دير، دير وتحداك ما دير والو. وانا معليش دائما شفت واش معليش 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 ماشي معليش يا جيلو يا ربك سيقرار. ايه خلي الناس تكلم، انا نبروبينك باللي ربك هذا ما كاش ربك راه في مخك. لا تكلم، لا تكلم، تكلم بعد نعطيو الكلمه الانتروبي. هاي صح معليش. شوف ربي شحال حنين كريم، شوف قادر ربي سبحانه يقبض لك على روحك وانت هكذا يديك الجنه. بصح نخلي لك لي طوموح. لا ما يخلي ليش، اتحدى ما يخلي ليش، روح تقود ما تخلي ليش. هيا دير دير 10 قرص ما كاش ريان يا با، ما كاش الله راه في مخك برك، لازم تفهمها هذه باللي راه في مخك برك، داروها لك في مخك، تلوث في مخك راك عايش به. امبوسيبل، الله كاين كما تاع الاسلام، هذا هذا زوفري ماشي الله. الله ما يهضرش على الاشياء هذو، هذا الله هذا اللي خالق ولا كاين هذا الاشياء كامل. من المستحيل يحبط الدرجه هذه نتاع تاع التفاهه هذه تاع رانا نشوفوها في الاسلام. دقيقه معنا نطروبي، اهلا نطروبي، مساء الخير. مساء الخير جيلو، مساء الخير تو الموند. اهلا. قال لك الله رحيم، قال لك انا ما خافش منه، والله ماشي ظالم، ما كان لا نخافوا منه. ربي قال لك ما ديرش فيا كونفيونس. واش يقول لك؟ قال لك افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. واذا انت امنت من مكر الله واذا دير فيه كونفيونس تا راك من القوم الخاسرين. قال لك ربي ما ديرش فيا كونفيونس. تكلمت؟ انا ربي سبحانه داير داير ثقه في ربي سبحانه، وربي سبحانه عمره ما خد العبد، عمره ما خد العبد ينوض يصلي له يا عبد. لا على بالك انت، يا انت تدخل الجنه كيفاش بالعمل تاعك؟ قول واش تحب، هذه في عقيده تاعك انت. مسح انا العقيده تاعي، العقيده تاعي انايا واش قريت واش تعلمت. على بالي باللي كاين رب خلق هاد الدنيا وخلق النملة، شكون جاب النملة وشكون جاب البعوضة وشكون خلق الدنيا والبحر والسماء؟ السماء راهي بلا عامد، شكون هو شايد السماء بلا من الاخر؟ ما طاحت السماء، شكون هو شايد هذه؟ شكون كاين حاجة يتحكم فيه؟ كاين حاجة يتحكم نو صح، او شايدها او شايدها ربي. بصح قال لك ما تدخلش الجنه بالامل تاعك، تدخل الجنه برحمه الله. محسوب دير واش دير، تصلي كل يوم 24 ساعه على 24. اي نعم، اي اصبر ما خليني نكمل. نصدق ونعبد ربي وانتو ومنش عارف واش ندير. مسحكين الحق عنده بالرحمه تاعو ماشي بوش درت انا. هو مالك الملك، سي با سور. محسوب مالك الملك، فوالا سي با سور. محسوب كابابل يدخلك الجهنم، وهذا ماشي ظلم، هذا رحيم تانيك. وراني راضي بها، راني راضي والله بها، وانا على بالي بلي يا ربي سبحانه ما يدخلنيش الجهنم. وش من على بالك؟ من على بالك؟ ما على بالكش، على حسب كلامك ما على بالكش. انا عند ظني عبدي بي. اقول لك افامن مكر الله، محسوب ما تعملش. ربي سبحانه قال لك انا عند ظني عبدي بي. ايه من بعد؟ واش نزيد لك فوق هادية؟ ربي سبحانه انا راه في عقيدتي راني نشوف باللي باذن ربي علاش يقول لك انا نروح الجنه؟ باذن الله نروح الجنه، يعني انا باذن الله نروح الجنه. ايه سما لو كان ما ياذن لكش ربي، هو مالك الملك، لو كان ما ياذن لكش ربي. ها؟ لو كان ما ياذن لكش ربي نروح للنار. ربي ما ادنش باسكو هو مالك الملك، انا راضي بالقضاء تاعو، القضاء تاعو. رسول براسو ما كانش ضامن الجنة وما كانش ضامن الجنة عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وزغرت، ما كانش ضامن الجنة وصحابه ما ضمن لهمش الجنة. قال له لا أدري ما يفعل بي وبكم. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام ضامن الجنة وضمن للصحابة الجنة وضمن اللي يعبد ربي ويصلي ويعبد ربي ويصلي يروح الجنة، يعني أوكي. ما تكسرش كاع راسك وما تلحقش للنبي صلى الله عليه وسلم، انا نهضروا غير في كلام خفيف.
تاع ربي سبحانه بيننا وبين ربي، ما كان له تميل النبي صلى الله عليه وسلم يرحم بابا. كيفاش لو كان تميل الله وجعله الله نهضروا عليه محمد؟ لا لا اسمع يا اخو سبلي بابا ما نسفلي باسكو ربي سبحانه. شوف يا جيلو، شوف يا جيلو، قلت لك انا يا ربي ارحم الراحمين، ربي يغفر لك. مصح باش تسب النبي تاعو ولا تشتم النبي تاعو ولا لا، انا ما نقبلكش. انا يا نقدر ننزل معاك لو كان تقول كلمه زياده ننزل معاك، يعني انا مدابيا نطلع مع جيلو باسكو جيلو تشوفوا اش فيك كاع، بالك يكون عندك دره تاع فيه الاخر عندك مليحه. انا تبعتك نشوفك، بصح عندك تقدر تكون دره في قلبك مليحه. هذا ما كانش بالنسبه ليك انت، انا مانيش مسلم دونك ما قلتش مشي مليح. لا لا انت في عقيدتك، انت في عقيدتك ماكش مسلم. 6 ملايير دو نون مسلمون، بلو دو 6 مليار دو نون مسلمون ما يسووش الا المسلمين يسووش. على بالك باللي 73 طائفه الا وحده، دونك 25 مليون 25 مليون ان بو بليس دو 25 مليون يروحوا للجنه على حساب القران، على حساب رسول الله. على ايه دونك 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 ما كاش زوج بلايك، 25 مليون في 8 مليار سي ان سينيفيون اللي راحوا الجنه. دونك انت سوفيسيون راك تغير تبر. اه بصح يا خويا الا كتب لي ربي، الا كتب لي ربي نروح للجنه، نروح للجنه. الا كتب هو مالك الملك، انا قلت لك ما كاش الجنه، الجنه راهي في الارض، الجنه راهي في الارض. انت تحديت ربي، انت تحديت ربي، انت تحداه. معليش يا خي جيلو، ما خليني نهضر عليه، خلي نخليك تهضر انايا. انت تحديت ربي، انا دوكا انت بينت لي، انت استعطيت لي، انت انا كنت بالك نامن 90%، انت دوكا راك عطيتني 200%، عطيتني 200% كي تحديت ربي. باسكو ربي لو كان صح ما جاش ارحم الراحمين كان يقبض لك دوك على روحك، بصح هو جا ارحم الراحمين. باسكو تقدر نتايا، تقدر نتايا تصرى لك بعيد الشر عليك مصيبه باغ اكزومبل اكسيدون بعيد الشر عليك، ولا تصرى لك حاجه وتتفكر باللي ربي سلكك صح، ما كاش حاجه سلكتك غير ربي. ما كاش شوف يلتهب ترامو ما نسحقوش، انا نقول لك انا الله هذايا ولا كاين ما نسحقوش، اذا كاين ربي روح يا رب. لا 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 ماشي من حقي انا يا اخي. الله 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 قادر على كل شيء، ولا ضعيف الله تاعك ما يقدرش يدافع على روحه. تسمى انت كفرت ربي ما تستعرفش كاع به نتايا. اي روح يا رب. ولا عنده حاجه يديرها يديرها، وانا تحداه. هو عندي عشرات السنين من اللي نتحدى بدينا ربو، ما بان ما ظهر والو، ما كاش باسكو ما كاش باسكو ما كاش. قلت لك تلوث فكري في مخك، قالوا كاين رب ورسول وهاي الطريقه تمشي عليها. وشنو ما تخرجش على الحاكم باش هاد الرخاص اللي راهم حاكمين بلادنا يبقاو في الحكم، ويبعثوا ولادهم يقراو في لي زونيفرسيتي برستيجيوز بدراهمنا بدراهمنا. يسمى انت هاديه، يسمى انت هاديه اللي خلاتك تخرج من الاسلام. ما خرجت انا عمري ما امنت انا. عمرك ما امنت يا جيل. عمري ما امنت بالله ولا الرسول ولا القران ولا البيبل ولا التوراه ولا بن غوريون، ما عبالش بدينا ربهم كاع. عمري ما امنت. ونشكر والديا على التربيه اللي عطاوها لي. والديا مسلمين وخوتي مسلمين، كاين كل واحد حكم طريقه. انا نقول لك قول كلمه برك، ربي يهديكم وخلاص. هذا ما لن احتاج اليه يهدي روحه ديجا راهو. اسمع شوف نطلع عليك اسئله في الارض، كره الارضيه الان كاع البشر، هل لو بيان لومبورت سور لو مال ولا لو كونترير؟ واش راك كيفاش راك تشوف يعني؟ انا راني نشوف باللي ربي سبحانه مشي الامور كيما لازم الحال. ما لا اسرائيل بومباردي في غزه الاولاد كامل، دونك الله يمشي فيهم تري بيان. ايوا علاش الامريكان كي جاوا يا اخي؟ قلتها لك طلعت معاك. الامريكان كي بومباردوا العراق دونك باراده الله. مسحياج بيان سير كلش باراده الله، بيان سير. اما راكم تربوا علاش تحبوا تروحوا تحرروا فلسطين؟ بيسكو باراده الله. لا راكم في تناقض.
تجي لورا وكافر بأرض الله. امسح ربي، ربي سبحانه ربي ويشوف في عباده شكون اللي يروح مع الحق شكون اللي يقعد مع الباطل. هذا ما كان يعرف، هذا ما كان يعرف الافونس شكون ولا ما يعرفش الافونس. ما يعرف، ما يعرف هو اللي خلقك خويا بركة، ما تدخل في الدين ضيق على بالك بالحقيقة. انت ما نقدرش نتناقش معاك باسكو على بالي باللي على بالك بالحقيقة. انا بالي بلا بالك، على باله وكاع على بالكم صح. على بال صح ربي. لا لا بصح انت قلت، انت قلت باش ربي يشوف شكون اللي تابع الحق وشكون اللي تابع ما على بالوش رافونس. يا الله يسحق يشوف سي الله غاليه باش تدخل الجنه انت عم بالك بصلاه. ماكش فاهم، ماكش فاهم. جاوب على السؤال. ماكش فاهم، ماكش فاهم. انت قلت باش ربي باش يشوف شكون اللي تابع الحق وشكون ما يتابعش الحق. على بالو هاد لافورماسيون الافونس ولا ما على بالوش الافونس قبل كلش؟ ربي على باله بكل شيء. خلاص انا يسحق يشوف. ايوا نجاوبك، انت تكلمت وانا نجاوب. تفضل. انت تكلمت انا نجاوبك. تسالت لي انا نجاوبك. ربي على باله، على باله. شكون يروح للجنة وشكون يروح للنار؟ مين بصح رانا في الدنيا هنايا؟ هنا رانا في الدنيا. ربي قال لنا هاد الحاجة حلال وهاد الحاجة حرام. لو كان تبع مصر النبي صلى الله عليه وسلم تروح الجنة وتشهد. ودمك يروح في سبيل، في سبيله، في سبيل الله، ثم تروح الجنة. على دوك ربي سبحانه هو يشوف باللي كنت يا ما راكش تستعرف بربي. جيلو ما راهوش يستعرف بربي. مين بالصح ما يقدرش يقبض لك على روحك باسكو ربي سبحانه خلق الدنيا هادية. وربي الحق او قاعد على الحق ربي سبحانه او قادر دوك قلت لك يقبض لك على روحك وعلى روحي وعلى روح جيله في ثلاثه هكذا كبارنا. مين بالصح انا ما اقدر ليه، ما اقدر لك الوقت باسكو كي خلقك خلقك خليني يا جيلو انا ما قطعتك شي اخو علاه ما يقدر ليش. انا قلت لك ما يقدر ليش. انا الله معليش هذا الرب هذا ما يقدر انت هذيك معليش معليش. فرعون انت واش رايك في فرعون اللي كان، فرعون اللي كان اليهود يذبح، يذبح فيهم ويدنا لنساهم ويدير كدايا ويدير كدايا كما محمد، كما محمد ربي. واليهود قالوا له لسيدنا موسى، قالوا له سيدنا موسى عليه السلام قالوا له يا ودي ما ماتش فرعون. ربي خرجوا لهم ايه، خرجوا لهم آية وما زالوا اليومين هذا، اليومين هذا. ما تأمنش به أنت فرعون. ما تأمنش به تاني فرعون. بيشو نمن به فرعون. لا لا صح صح أنا نادر معك. تأمن فرعون ولا لا؟ ما كاش فرعون واحدة. لا بك بلي ما كاش فرعون واحدة. ردي نصي تاعهم هذيك. عباك شحال شحال ريحوا 3 مليون. بلوس شوية. بلوس. نارمير هو الاول، فرعون الاول اللي قالهم انا هو الرب، كاين واحد لا شريك لي. لونيسيتي دو ديو ايتي بروني بار نارمير. وصرالو وصرالو واش عبد مات؟ اي وصرالو مصح باش مات. وصرالو مات هكذا، مات هكذا هكذا مات. خلقوا ربي قالهم انا ربكم ومن بعد مات. انتوليكا ما ماتش كيما مات الرسول امبوزوني ولا ماتوا الصحابه مقتولين. ما عليش انت راك دنيت الحاجة واحدة اخرى. انا سألتك في سؤال انت رحت منها. انا نسألك في في فرعون. رانا في فرعون على من وش من فرعون تهضر؟ على من قل لي اسمه. فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، انا ربكم. قاع 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 قالوا انا هو الرب. لا لا كاين فرعون واحد قال، كاين نمرود، كاين نمرود، نمرود اللي خسف به ربي الارض. وكاين فرعون، كاين فرعون اللي قالهم انا ربكم الاعلى، ربي يفتح لي به البحر. اكثر من 3000 نسمه والفراعنه يعوشوا والله ما دار والو. امسح فرعون كيفاش مات؟ فرعون كيفاش مات؟ احكي لي كيفاش مات. شكون فرعون؟ شكون انا نقول لك شكون فرعون؟ فرعون يا فرعون لقب كيما نقول لك بريزيدون دو لالجيري. شحال كاين بريزيدون دو لالجيري جازو؟ يقول لك 3 مليون يا سيدي. حدد فرعون اللي، فرعون اللي مات على يد موسى. ايش كون هو؟ اعطينا الاسم. الله غير على بالك. هنا شوف هنايا، هنا تبانوا، تبانوا باللي ماشي ملحدين. برك حبيتوا، برك حبيتوا تحاربوا ربي. هذا ما كان، ما تبانوا هنا، تبانوا باللي ماشي ملحدين. ما بالكش بلي كاين، ما بالكش بلي كاين اكثر من 200 فرعون، اكثر من 200 فرعون. فرعون هذا لقب، سي سي اون فونكسيون.
لقب كيما ملك كيما بريزيدون كاين مثيل فرعون اللي ما فرعون اللي ضرب موسى العصا شكون هو شكون هو تامن به ولا لا لا ما شكون هو قول لي باش نقول لك ودنا من به اكيناطون رمسيس شكون فرعون 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 اللي قالهم انا ربكم الاعلى وقتل اليهود وكان ونام منام وقالهم باللي كنمت منام وكدايا وفسروا له المنام باللي يا ودي راح يجي واحد من اليهود وهو اللي ينحي لك الملك ديالك وكدا ولا يذبح في الدراري صغار ويذبح في الاخر هذا ما تامنوش به تامنوا به ولا لا لا شكون هو اني يقول لك سبحان الله العظيم شكون هو ما يعرفوش ما يعرفش ما يعرفش ما يعرفش التاريخ يعرف سي موسى سي موسى سي فرون. موسى لي لي تورنا معها حسن بيرو سي موسى سي تشاد أقالك أقالك سي تشاد سي موسى دا راك تجيب لي أسطورات من حنا نجيبو لك التاريخ من التاريخ نهضروك على التاريخ انت راك تجيب من الخرافة الإسلامية اش من الخرافة يا جيلو رحم بابك انت راك تقول انت تقول والدي مسلمين خاوتي مسلمين خاوتي مسلمين اه كيفاش نتايا نتايا كيفاش نتايا خرجت يعني هكذا يا خارج على الطريق علاه مانيش خارج على الطريق انا جوستومون راني في لا لين دروات انا ما رحت لا هكذا لا هكذا ما عنديش تلوث في مخي والديك راهم غالطين بيسر غالطين دوك انا نقول لك علاه دوك انا نقول لك علاه الله واش يقول لك في القران والله خلقكم وما تعملون عملت العباد من خلق الله واش راه يدير جيلو من خلق الله راه دم يدي الكفر من خلق الله وعلى بالك الله تتقول ناس ملاح وكامل ماشي ناس ملاح وليد الحرام نقول لك علاش سورة البقرة واش قال لك قال لك كاين الناس كيما انت كيما سبيريدو قال لك هادوك الناس كيما سبيريدو في القرآن قال لك راهم ينجحوا في الدنيا وينجحوا في الآخرة كيموتوا انت راك سي حاشيها سبيريدو وقال لك كاين ناس كيما انا قال لك هادو كيما انا يا مراد قال لك والله واش زاد دار لي غشوة على دار لي فوال على بصري وعلى سمعي وكحل لي قلبي باش نشتد في الكفر هكذاك باش يديني لجهنم ويعذبني البليزير تاعو ها هو البليزير شوف كون جا رب فريمون رب واش يقول كاين كيما انت اللي تربح هنا وليه اما اللي كيما تجيلو اللي كفروا بيا زعما انا الله شوف راه مريض ولكن انايا نحيت هذاك الغشوه اللي باش يولي يشوف مليح ويسمع مليح وبيط له قلبه باش ندي حتى هو للجنه ها هو رب هذا رب هذا كلام نقدر نقول تاع رب اما هذا الرب هذا يعني اللي يقول لك هذاك اللي ما يمش بيا قلبك حل وانا اللي زدت دخلته باش نطلعه ونعذب ربه هذا رب هذا كلام الهي اش قيتش هذا سي امبوسيبل يجيله مستحيل مستحيل يا جيل قال لك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وهذا محتاج نصلي ونركع ونحط راسنا نطلعوا تلامنا خمس خطرات في النهار نقولوا انت هو الشباب انت هو البلي فور انت هو البلي غران صافا دير هذا راهو عنده كاين كونكورون راهو خايف منه ولا كيفاه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما نعرفش ما نعرفش انا انا حر يا ربك انا ربي تعبد ربي انت ما نعبدش ربو يا جيل يروح يربى ما عليش قول واش تحب ما عليش كي تعبد ربي انت كي تعبد ربي كي تعبده تعيش معيشه هانيه في الدنيا وفي الاخره ربي هو وعدنا لولا الاسلام في بلادي راني عايش مهني في بلادي الاسلام اللي خرجني من دين رب البلاد هذه الاسلام هو العرب والاسلاميزم اللي خرجني من دين رب الاسلام هذه بصح بلا الاسلام لو كان ما كاش الاسلام تولي ترقد مع اختك تولي ترقد مع تولي ما عندكش كاع لو كان ماشي الاسلام تسمى توبه علاش ما ترقدش مع اختك انت
الإسلام حرمها. الله حرمها. الإسلام بيسير الله يعني الله إسلام. شوف شوف الإسلام علاش تكلم عليه. أسمع بيها أسمع بيها أسمع بيها. أنا مانيش حابكم تخرجوا من دين الإسلام. باسكو كنت خرجوا من دين الإسلام كنت مرقو حقيقة تخرجوا من دين الإسلام. يا راي يمك اختك وبنتك ديرهم بروشيت تنكحهم كاع ضربه واحده بونكاره بومبي ما عليه يبو ميو تريحوا في دين الاسلام باسكو عندكم الصوره هذيك حرمنا عليكم باسكو سي انكرويابل سا يا جيل لا كيسيون هذه يا جيل صح معليش سي انكرويابل تبوزي لي لا كيسيون هذه يا جيلو نطلب نقول لك سؤال تقدر تتزوج براجل انا نو انا ايتيروسيكسوال ايتيرو كونفيك نو بصح كي تحب تتزوج ما مرأة ما تقدرش تزوج بها نو تزوجت انا جو سي سكو سي اي بصح تقدر تزوج براجل يعشق فيك قلت لك انا ايتيرو ما خطيني انا 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 شوف كنت مريض هكذا كانوا عندي دي برونشيت هكذا ايغو العجوز سيتي با ميدسان عجوز مي كونيسي با مال دو شوز دونك سيتي كي نو سوني رارمون نروحوا للطبيبه دونك طحت شي سيبوزيتوار وانا نهرب سيبوزيتوار وكان عندي مشكل وين يا عبسه عبسه يا ربك ما مشيت على هذا الشيء انا خاطيني ايش كيفاش يعني الاسلام حرم عليك بزاف حاجات ملاح قال لك بزاف حاجات ملاح معليش هذوك لو كان ماشي الاسلام لو كان ماشي الاسلام انت ماشي الاسلام ترقد مع اختك في الليل ماليش حاجه حرام حاجه حرام المسلم ملزم بها ما اسمها ما يديرهاش ايه حاجه حرام بيسر حرام بارك الله فيك حرام ربي حرمها هاي السرقه حرام الحبس تاع الجزائر معمرين بالسرقه هاي الرشوه حرام الرشوه دايره حاله هاي الربا حرام الربا دايره حاله كان بزاف صوالح حرام اسمها ماشي ملزم بها اسمها ماشي ملزم اسمها إيه. كي تقول حاجه حرام المسلم واش ملزم بها كابابل يديرها ايه معليش المسلم إيه المسلم ليسونسيال كل مسلم شوف الاسلام في الاسلام ديرهم كاع كل مسلم ليسونسيال كل مسلم ربي ربي خلق الملائكه شوف ربي سبحانه خلق الملائكه هادو واش ملائكه خلينا ندي صالح يرحم باباك يا خلينا ندي صالح يا جيلو دوك انا شوف كي تهضر انت والله ما نهضر انا والله غير نسكت و انا نعقب ما نعقبش ملائكه واش ملائكه هادو اي معليش دوك انا كي نسكت كي نسكت انا تقدر انت تجاوبني كي نسكت انا جاوبني انت يا وتكلم ربي خلق خلق الملائكه وخلقنا احنا على بالك الملائكه ما عندهم لا شهوه لا حتى حاجه خلقهم ما عندهم حتى حاجه وخلقنا احنا فيها فينا شهوه حنايا احنا نحبوا دراهم من حال الشهوه ماشي يحب يقول غير نسا والاخر ربي سبحانه خلق الشهوه فينا هذه تاع المال تاع دوك تشوف حاجه انت تقدر واحد سرق 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 قال لك ربي لا 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 يعني هذا مال انا نروح نديه تاخذ والو كان توب ربي يغفر لك الله غفور رحيم ايه معليش غفور الرحيم حبيت هنا نولي لك في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الله أرحم منك من أمك لولداتك الدنيا هو أرحم منها معليش دوك نقراو حديث قدسي ونشوفوا راي الرحمة واش قال لك احكيليش عن حديث قدسي احكي لي القرآن هضر معايا بالقرآن خويا حديث قدسي خليه العمد هذاك حديث وقالوا ما قالوا والبخاري على بالي انتم تصوتي وديرك البخاري وتصوتي انت ما تسمعلوش البخاري ما ديرش نو على بالي وين يروحوا في البخاري شوف يا جيلو على بالي انت مسلم سني ولا لا لا مسلم سني على سنة الله ورسوله الحمد لله بيان سير دونك البخاري سي ان بياس ميتريس اصح كتابين بعد القران تكلم معايا بالقران خير بالقران بالقران لا لا لا, لا بدون سنه الصلاه ما كاش الحج ما كاش تكلم معايا بالقران خير بالقران خير زيد شكون زيد شكون زيد واش قال ربي سبحانه في كلامه واش قال ربي سبحانه في كلامه صح قال لك عندما كاينش قال فلان عندما قال منها وطرى عندما قال منها شكون هو زيد تروحوا نتوما شكون هو زيد خلينا من البخاري ومسلم زيد عندما قضى منها وطار شكون زيد واش معنات هذه عندما عدت من بعد ذلك زنيم
على من يهضر وشنو هذه؟ اسمع اسمع انت حبيت تروح زعما لابناء زينه وابناء الاخر وانت قول لي منين تفهم كيفاش تفهم القران انت فسرتها هكذاك. شوف عندي دوك واحد العام وانا نشوف فيك تجبد غير في هذه الايه هذه. عندي واحد العام وانا نشوف فيك تجبد غير في هذه الايه هذه. راه عندها بلاص اكسترا اوردينير. سبحان الله يا جيلو ما تروحش بعد ذلك زنيم يا ربك سمه على الخرطوم. هذا انت هذه حفظتها كيما نقولوا زعما حاجه تاع الشعبي هكذا معروفه بها. مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي لكي يستنكحها خالصه لا تدخلش في الدين ضيق يا لا يا جيلو على لا هذه قول قول اسمع 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 بالدرجه ترجمها في داركم بابا كيماك خاوتك خواتاتك ترجم قولها لهم باش تشوف اللي ما تقدرش والله الحمد لله شوف نقول لك واحد الكلمه والله غير مربيين بالك زينه بالك الاخر يعني احنا ما نلعبوا دقيقه هاد الصوره هذه هل تقدر تقولها بالدارجه في داركم قدام مين باباك بالكلام بالقران دخل دارنا نقولهم ب اي باسكو ما يفهموش شوف كيفاش تقول لهم هاو لا لا كيفاش ما يفهموش كيفاش ما يفهموش دقيقه ولا كاين مراه شهات رسول الله وشافته عجبها باش يروح تهيب روح عليه باش ينكحها خالصة لك تقدر تقول هذه تقدرش عيب 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 هذا كلام رب ما تقعدش يا رب كلام تاع زوافرة تاع محمد شاف صعلوك وصعاليك أصحابه ما كاش حاجة أخرى شوف نحي القدوسية يرحم باباك تحب تفطن نحي القدوسية خليك قعروا لكم المخ تاعكم عودوا لين بعد ذلك زانيم وليد القى تقولها انت هذه سما سمه عن الخرطوم وشمو من نيفو هذا كلام رب هذا قعات كلام تاع زوافرة ودي انت دخلتك شوف دخلت على بال كوين راحت عباك وين راحت عباك وين رحت؟ ما عندي وين رحت في القرآن أنا مع القرآن كنا نشوفوا ماتش ديتنا لا ناطاسيون كيما هكذا شغل كنا نشوفوا ماتش رحت صوتيت لا ناطاسيون تاعي ولا دور دو فرونس أنا خليك يا جيلو تكلم مع الصحم أنا ما شوف أنا تحداك هاو سيد اللي راه تحت أتحداك كيما تحدى الله باش يواسي واش قادر يواسي وما قادر والو اتحداك حتى تقول لي راني نكذب ولا واش راني نقول سيفو كيفاش تحداني انت راك تقول لي سما شغل راني نخرط هكذا برك بيان سور راك تقول بيان عندك شك نتايا عندك شك باللي راك تخلط يا خويا يا خو نجيبوا ابن كثير ونقرأ لنا الآية شوف مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي لكي يستنكحها ونشوفوا ابن كثير واش يقول على سماسمه على الخرطوم ونشوفوا ابن كثير واش يقول عتل بعد ذلك زنيم ياك نشوفوا على أبناء الزينة على أبناء الزينة وأنا واش قلت على أبناء الزينة كيف هذا على ابناء الزينة؟ راك تتكلم على ابناء الزينة زعما هاد الكفار اللي زادوا ابناء الزينة وهادو والله غير نروح معاك حتى الوقت الاضافي كاع والله غير نروح معاك نروح على بالي هذا اللي راهو من تحت او يبحث على بالك يغلق المايك او يبحث باش يدخل لي في كاش انا نبحث كلش في راسي انايا علاش نبحث على هكذا باش نبحث سبيريدو واش حبيت انا يا جيلو والله غير حبيت ربي يهديكم والله غير حبيت ربي يهديكم ان الله لا يهدي القوم الكافرين قال لك هذا اللي ربي في القران قال لك ما يهدي انت تعرف الحقيقه انا ماشي كافر واش نقول ربي ما اكزيستيش ماشي كافر الحقيقه انت تعرف الحقيقه
انت انا قل... تقول لي بالقول دوك، انت كي تقول لي بالقول غدوه لو كانت الحق عند ربي تقول يا ربي انا كنت على بالي قلقوني باسكو هاد الحكام هادو تاع المسلمين. انا نهضر لك، شوف انا نهضر لك حاجه لي تقول له يا ربي والله غير على بالي باللي انت تكزيستي، بس هاد الحكام هادو ما داروا لنا هكذا وكرهوا لنا المعيشه وداروا لنا كدايا خلونا على جالهم كفرنا. يقول لك ربي لا لا ماشي هكذايا، لا 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 واحد اخر بالك يقدر يغفر لك، بالك يقدر يغفر لك، ما نقدرش نحكم عليك انا جهنم، ما يقدر يغفر لك. تقدر تكون داير حاجه، تقدر تكون داير حاجه. كاين مره قال لك يا اخي ما صلاتش كاع عمرها ما سجدت لربي، شربت قط وكلات كلب وراحت للجنه. هذه هذه ما كاش من هذه، قال لك بالصباط تاعها كان عندها شوسي لا طالون، ما كانش كاع يلبسوا صباط، ما كاش صباط فوق الرسول، ما كاش صباط. يا ربي بليغه بليغه هكذايا، وعلاش هذه؟ علاش هذه حكمت؟ علاش هذه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علاش هذه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها وقتاش؟ هذا النبي حكى عليها، ماهيش في وقت كاع النبي صلى الله عليه وسلم. شبيك يا جيلو على بالك؟ راك على بالك راك قبل 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 الاسلام، هذه قبل الاسلام. يعني يقول لك هذه حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، مسح ما قال لهمش وقته ولا هايلي ولا كذا في الدين الاسلام، لان قال الله دها الجنه باسكو دخلها مع المسلمين، دونك الاسلام كان كاين. الاسلام كان كاين من نهار نزل سيدنا ادم، وش بيك؟ لا لا ما كاش ما كاش، وادم احنا جايين من عند ادم وحواء، جينا من طراب. يا جيلو كرايح تدخل في واحد اكرح تدخل على باك اكرح تروح لي طومور والله انا باك والله غير. شوف جيلو على بالي بلي والله غير تام بونكر والله العادي، والله شوف مانيش زعما نقول لك هكذا باش زعما نبلعطاك ولا نقول لك ولا، انا كي نشوف واحد يقصر وعندي بزاف وانا نشوف فيك والله العادي بغير تام بونكر، واش راك تهضر كاع هذا؟ وعلاش ربي سبحانه تهضروا عليا؟ علاش تحبوا تهضروا عليا؟ خير خير سيجي ماوش انا مشي انا كي تكون تهضر كي تكون تهضر تبان باللي راك تكذب، واش راك تقول زعما تكفر بربي وكذا تبان باللي راك تكذب. صح صح، ادم الله كان مريح هكذا، كان مريح ما على بالوش منين جا الله صاب روحه، باسكو هي العلم باستور ابروفي كلا جينيراسيون سبونتاني نيزيست با ريان نو بنيتر ا بارتير دو ريان، يعني اذا عندك صفر ما يقدرش يكون عندك 0.1 ولا 1 ولا 2، ما كاش. اذا عندك صفر يبقى صفر، لازم السبب باش تخلق سبه حاجه لازم تخلق. الله ما كاش، هو صاب روحو تما الله ما على بالوش كيفاش نخلق. بعد شاف هكذا اوب جاب مريح مريح هكذا شي با كومين مليار داني هو مريح هكذا فوق العرش. على بالكم دي مليار داني بور نو ماشي عارف، هو قال لك سي دي تي ميتيبلي سا بار 15 مليار، دونك ان طون يعني ما تقدرش تخيلو. هو مريح 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 مريح، ما كان لا لي مو كروازي، ما كاش ميم با تي اف ان جورنال تيليفيزي، ما كاش ميم با نتفليكس، ما كان والو وراح. بعد قال لك حسنا تشوف يا ربي، قال لك حسنا شوف ايا احكم التراب هكذايا وبدا يواشي هكذايا يكور هكذا جا شغل دي بي. بعد رماهم هكذا في ليسباس ودير لهم قال لهم دورهم هكذايا، ومن بعد بدا يلعب بالبيزان هكذا بلي بلانيت حكم مارس ومنا ولا تير، يضرب فيها بونكارا بون بيت ويدخلها في الترو لو ترو نوار وكامل. بعد كراه كراه من بيزان يا ربك، بعد هكذا مريح هكذا بعد فطن هكذا الله سبحانه هذا الله فطن هكذا بدا يشوف هذوك لي بي هذوك، قال لك تيان تيان هذه 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 نشعل فيها النار، هذه ندير فيها الضوء، وهاد لا بتيت بلانيت هذه دو ميرد هذه اصلا نشوف ندير فيها حشاوش ونخليها هكذا. اونتر تو او يشوف هكذايا ولي بلانيت يدورو، مي ثاني سا دوري دي مليار داني هكذا. بعد قالك سناتشو سناتشو نخدم
Le premier métier au monde, c'est potier. Potier, il fait la poterie. Allah. Ou la potier. حكم طين ودا هوب خدم ادم كون فيكون تسويت ادم بيهضر اللغه العربيه قال له السلام عليكم يا الله الله قال له عليك السلام قال له كيف ندير قال له شوفك هنايا هاديك هنا راك عندي هاوليك روح كاين تفاح كاين لانطاس روح كول وحوش ودير واش حبيت هاي راه شو هذاك ما جاتوش لي دي جو سي با انا يخلق ميل ميل كيف كيف خلق واحد وحده قال له راح راح تصرح راح ابري كلك مليون داني حاود ولا ادم قال له اسمع عندي واحد العفسه هكذايا راهي ما برجليا ونحس كلي مش عارف تديفلوبا هكذايا والمخ تاعي يتزعزع الله دخم قالوا نسيت قالوا دو توت لي فاصون راني تفكرت باللي نتايا درت لك كوتليتا معوجه دوزيام ميتي او موند بوشي شاركوتي الله قالوا راه لهنا بوشي شاركوتري نحل الكوتليتا معوجه حكم الكوتليتا هذيك ولا يديرها في الباربيكيو قالها كون فيكون جات حوا كواعبة أطرابة يا رجزين والبهو جت الحياة جاء هنفان جت حو الآخر شافها هكذا يا دار لي قال له يا الله يا لا قال له يا ربك شبا كم يندم مليون داني وين ننظر وحدي قال له هلا دك تحلى راح هكذا بعد جاء قال لهم ما شوفوا هذك صدرات على التفاح ما تاكلوش tu vois pas que hawa elle va croquer علاجها لها هي رانا حنايا في الارض كورونا كاع هزنا ليه واش درت انا هذا الله هذا ما يقدرش يسناني نموت انا نروح ندير نرب لوفلا هذيك ونجي لوفلا رانجيس المارشي نشري كاع دي نرب التفاح هذاك نطلع له رب هاكول كولي نعدينا مكول علاجنا كروكات التفاح تحبط ربنا خلي ربنا في الجنة واش درت انا ما درت والو انا ما كروكيتش التفاح كره الدين رب التفاح على جال هاد الحكايه كره رب التفاح هاش طلعوا اسمع واحد كل ما واحد يموت ديروا له كيلو ولا زوج تاع التفاح خليه يطلع معاه بالك ما تولي فيها الرحمه هذا الله تاع الزبل هذا هاد البهلول هذايا هاي حكاية هذه هي الحكاية تفاهة وهذا قاعد وقاعد وشنو هذا آدم وحواء وشنو منين جاوا منين جات من عند لي غريك بطوليمي روحوا قراو على بطوليمي سي كيف كوبي كولي البراق الإسراء والمعراج بون الإسراء كاين المعراج ما كاين البراق وشنو روحوا قراو بيغازوس le chevalier copié-collé une mythologie la mythologie grecque a rejoint la réalité il faut arrêter avec ces histoires de merde on va voir un peu les grecs on va voir les sumériens on va voir les pharaïnes on va copié-collé c'est l'extérieur de la dîn c'est l'Ilah et le Rasoul رسول يا ربك مرسول لونفويي دو ديو الله الله يجيب عريان هكذا قتال بيدو كريمينال يقول له دير لهم الرساله قلت الله هذا ما عندوش ان با نوتر مويا ما عندوش وسيله وحده هذا اللي خلق لو كور دو لاتر هومان افيك توت سي كومبليكسيتي لا ناتور لا فون اي لا فلور لونيفير لي زاستر ما عندوش تخمام شويه هكا باش يبعث الرساله تاعو الا بالسيف خمو شويه اذا كاين الله حقيقه
عنده مليار وسيله جميله باش يبعث الرساله. وعلاش يتخبى الله؟ علاه مخبي هذا الله؟ علاه يستحي منا حنا؟ يستحي علاه ما يوريش روحو ولا قوي وكامل؟ علاه ما يوريش روحو؟ سيك ما كاش هذا الله. لو ديو سيت اون انفونسيون هومان. اي هذا الله هذا اكري ا ليماج دو لاتر هومان. الله مصنوع من طرف عقل البشر فقط. لازم تلحق لهذه النتيجة. هذه هذا ما يمنعكش باش تكون عندك الروحانية كمسلم يهودي مسيحي بودي أو كامل، وهذا يزيد لك الزيادة في حياتك. أنا راني معاك، ولكن باش تطلب هذا التفاهة وخاصة سياسيا في الدستور الجزائري المادة الثانية التي تقول بأن الدين الإسلام هو الدولة، الدين الدولة هو الإسلام. وانتم شفتوا انت الجزائر العاصمة تروح تصلي وهران تواسي التراويح، تيزي وزو تروح للتحج، بوسعادة تروح للتراويح، ورقلة دير قيام الليل. تقعدوش ما تقعدوش. وإذا الإسلام دين دولة هو حقا، لا نحتاج إلى دستور، نحتاج إلى الشريعة الإسلامية، كلام الله. ديروا كلام الله وأنا راني معاكم. لازم تبقوا كلام الله. نحيو ريبوبليك أرجنتين ديمقراطيك بوبيلار، جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية، نحيو. ديروا الشريعة الإسلامية وأنا نقول هادو راهم في عقلهم، راهم متوافقين. أما دير بلاد الجزائر وما أدرك الجزائر اللي اعطت أبهرت العالم. نعم الجزائر أبهرت العالم. pour ne citer que quelques-uns. الفيلسوف المسيحي مني معروف العالم بأسره، سانت أوغستان، دي زيغليز سموهم سانت أوغستان، دي بازيليك سانت أوغستان، دي ستاسيون دو مترو سانت أوغستان، دي كارتي سانت أوغستان، دي فيل سانت أوغستان. كاين فيل على يما في الماريكان سانتا مونيكا، على يما سانت أوغستان الجزائري، أبيلي دو مادور من أفولاي من داوروش قدام الصدراطة، ليروين مازالهم تاعو لحد الان في حياته. لو بروميير رومانسي رومون اللي كتبها الرومون فان دور الحمار الذهبي، وين الى انفونتي اون استوار. لو بروميير رومانسي رومون هات راح لمدوروش درك، واحد انجن جاي من دوروش تقول له تعرف ابن ترميه ابو هريره هرر ومولي سلوك سفريدي، يقول لك رضي الله عنهم. تقول له تعرف فولي ابيلي دو مادور، ما نعرفوش شكون هذا، كافر هذا سير، كان كافر هذا. الوغ تروح لي بيبليوتيك دو موند اونتي تقول لهم ابيلي، يقول لك لاندور. ورا المشكل ماشي انتوما، المشكل الحكم الخبيث هذا اللي ما قراكمش على لا سيفيليزاسيون غريك، على لا سيفيليزاسيون سوميريان، قراكم الا الدين من تدخل المدرسه وانت غير دين الاسلام هذا السني تاع 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 النكاح وتاع تاع القتيلة وتاع الدم وتاع. باسكو لو كان قراوكم على لي سوميريان وعلى لي غريك راهو مخكم منفتح، راك تشوف تعرف هذه الاشياء اللي نعرفوها حنايا اللي ما نمنوش بها. سي سامبل، لازم هي لوجيكمون لو بوبل الجيريان دو اتاكي اون جوستيس هاد الحكم الخبيث. راه تي بي اي هكذا تي لاتاك، كريم كونتر لومانيتي يا ربك. على بالك واحد كيتجاهلو وتدير له عقيده تافهه قتاله اللي تخليك بلو باكتير. شوفوا السعوديه درك، انا وريتكم لي زيماج تاع السعوديين كيفاش راهم في العالم، كيروحوا يحوسوا واش لابسين النساء تاعهم سيرتو اون فامي، لا حجاب ولا والو، ديكورتي
انا جاتني وحده كويتيه عندها بزاف عندها البان طون مانيش عارف عرفتها هكذا عرفتها بالانترنت جات من الكويت دارت اسكار في القاهره وجات من باري وتلاقينا في لي شونزيليزي شوفوا جور يا الخا شوفوا جور في بلادها بالحجاب كي جات لهنا ما عرفتهاش ما عرفتهاش صدر تاعها مش عارف كيفاش هاج يا ربك فيزيبل غير لي تيطون ما يبانوش وشنو هذا وش هاد ليبوكريزي هادي وقال لك للسعوديه وقطر قال كي نعدين باباها دين ونعدين باباها لغه خلاص كفاها يا نمار حنا حبينا اولادنا ينفتحوا على العالم ويكونوا كيما لي فرونسي كيما لي امريكا كيما لي وشنو حنا في الجزائر خلاو لنا هاد الكارثه هادي راك تشوف يجيو كارثه يعني انا غيضرني ولاد بلادي غيضرني وانا نقول لكم مانيش ضدكم نتوما كمسلمين اني ضد هاد pour combattre le pouvoir il faut combattre l'idéologie le pouvoir mafieux هذايا هاد pouvoir اللي راه حاكم الجزائر رخيص ما يسواش كذاب ولاد الحرام منافقين سراقين قتالين ils l'ont prouvé à maintes reprises ويستعملوا في الدين بيك انت حتى وليت تقول عمي طبون بابا انا شنقريحة اسمع يا اخو سب لي بابا يا ماما سب لي شرع صور على بالك انا مختعي دور كي نسمع الجزائري هاد الهضره التافهه انت راك بلو مسلمون كو لي مسلمون انت راك بلو عرب كو لي عرب وانت توي بلو فلسطينيا كو لي فلسطينيا هاي التفاهه اللي داروها لك كون جزائري او شحال واحد اللي جا لهنا كي نقول له شكون اللي قريب ليك الشينوي المسلم ولا انا ملحد جزائري هذا جزائري يقول لك الشينوي مسلم انا كملحد شكون اللي قريب ليا الملحد الشينوي ولا المسلم الجزائري انا اللي قريب ليا المسلم الجزائري هاي لا ديفيرونس شتو الفرق باردون اكسكوزي مو اني رحت اني نقدر نقعد هكذا الليل كامل اونتروبي فازي ستيفا دير كيك شوز قبل ما نطلع نوط كان واحد مصباح هو ها هيثم طلعوا مسكينه والله غاضني مصباح هو يكتب مصباح هو يكتب لي كومونتير ما عنديش هيثم كاع ما كاش ما دومونداش ما دومونداش سبحان الله زدت شويه هو يكتب وما دومونداش استغفر الله طلعوا ماريو ماريو طلع انا قلت لكم شوفوا اللي يطلع الفوق يبدا يسب ولا يدير القران ولا كاش عفسه هكذايا الرب نهبطو سترينغ روز بونبون بالضرابو تاع ال جي بي تي وعنده بونكارت اي ام جي فيف لا جي برايد انا قلت تانيك مصباح هو يكتب طلعوا نجاوبك نجاوبك طلع للسطح استغفر الله مشي هذا واحد اخر طلع اي ما ماريو كان يكتب يا خويا جيلو عسلامة شوي الزول ايه راح نهضر على هذاك اللي طلع قبيله برك نعقب على حاجه برك تاع كي قلت له كان مش الاسلام تنكح امك واختك وخاوتك هو قال لي وش شي منعك باش ما تنكحش امك وبنتك هو قال لك الاسلام تما ماهوش الاسلام ينكحهم عادي راح نقول له مثلا بلا شي الاسلام من جانب انساني مثلا كانسان ما انا كامازيغي ما نكحش خوختي ويما من جانب انسانيه ما هو الشرط للاسلام اللي يمنعني هو صافي لو كان ينحيوا الاسلام ينكحهم عادي بيشو هذا هو المشكل نودي بالاسلام وينكح راه كاين قجابه تاع فقه تاع زين المحارم وين ابو حنيفه يقول لك لا حد على من ينكح تزوج امه التي ولدته وابنته واخته وجدته وعمته وخالته والله قجابه تاع فقه عندهم في هذا الشيء ويقول لك لا
حرام. إيه المشكل معظم اللي يطلعوا ما همش يعني متثقفين هيك، عندهم ثقافة المسجد في الجزائر. مثلا كان تقول له أقدم جامعة في التاريخ جامعة مادورو في مدوروش سوقها راسي يضحك عليك يقول لك ما كانش منهم. تحكي له على أفولا يقول لك ما هو الجزائري. تحكي له على مازال كاين لي روينا، مازال كاين مازال كاين الآثار. اوكي مرسي شاوي، يعطيك الصحة خويا. مرسي عليكم، بون وي. على خير، على خير. ليون. السلام عليكم. اهلا. صافا جيلو؟ صافا الحمد لله. جيلو حبيت نسقسيك، سي جو تو دون اون فينتين دو جيتون. وي. سور لي جيتون سي تانسكري دو 1 ا 20. Et tu les jettes sur la table, les jetons. N'attaque une année. Est-ce que tu penses que pouvoir les aligner de 1 à 20? Je vais te dire la création. Tu as dit la création. Je pense, oui. Non, mais si tu penses. Anna, je pense. Je pense pas, oh, mais oui, je parle de ça. C'est d'abord, je me pose pas la question. Je me dis, est-ce que Natek, Natek, Manish, a eu l'année, Natek, 20 jetons, t'es pas bien. L'ilm, oui, tout, il y a la barque. C'est le cas. D'accord. Din statique, classe. Ok. Tout à fait. Officiellement, mais il tourne quand même, hein, puisque il y a des avenants qui se font ou ils font moins les hommes. Par exemple, le hijab, le hijab ou la. Donc, les années 80, ils dégagent le hijab. Où il y a ma cache mais n'agit. Mais ça n'existe pas. Le hijab n'a jamais existé. Je me demande, je me dis. بلي كيفاش الحين احنا وين ديفيني ميجيمون في 70 ولا باش ما نخرجوش من السوجي. دونك العلم يتطور جوسكا اوجوردي. العلم ما يعرفش. عطاك اون تيوري تاع البيغ بانغ. هاد لا سي اون تيوري لي ما كاش سيانتيفيك كي لا ديمونتي يعني. دونك Ce sont des recherches, ce sont des gens qui, très sérieux, des siècles durant, on m'a écrit à l'aide de la création. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Ou on a, on dit, maintenant, à la maîtrise, le Big Bang, il est caduc. Il est totalement désuit. Il y a des vitesses, il faut que je fasse ça. On a dit ça, le boson de X, il est dans la Suisse. Quand on a dit qu'il y a un autre, le boson de X, il dit, كي درنا العفسه تاع لي بارتيكول هادو قال لك اون تروفي لا كلي نتاع لا بورت هذيك. قال لك رحنا كاع نجريو نحلوا الباب باسكو نو لا كلي. قال لك حنا حلينا الباب وشفنا واش كاين. قال لك عاودنا غلقنا توت سويت لو سيرفو دو لاتريمان ني با انكور بري. واش حاب يقول باللي 2 بلس 2 ني با ايغال ا 4. سي ان اوتر موند. دونك التطور العلمي ما عندوش نهايه. واينشتاين اللي قال لك، اينشتاين قال لك لا تريما يوتيليز 25% دي كاباسيتي دو سون سيرفو. دوك راهو واحد 26.5% دونك لو سيرفو سي ديفلوب سي ديفلوب شوف لو سيرفو في الاسلام. في الاسلام يحبس لك السيرفو تاعك، ما يخليش ما عندكش وين تروح. ما تيفوليش بالإسلام، ما تيفوليش، ما تخممش باسكو العلم لله. ما تخش روحك كاع فيها. أسنى درك أنت راك تشوف بهاد لي بلانيت، لو سولي يسولاف يسكوش راه يدور لا لوني كامل. توت إي على بيرفيكسيون. C'est pas à la perfection. Il y a des tremblements de terre, il y a des gens qui meurent, il y a des catastrophes naturelles qui se passent, il y a des montagnes qui s'écroulent sur des villages, des villes.
دونك سي با بارفي le fait que les gens meurent ça veut dire que qu'il y aura d'autres qui vont remplacer si si tous les gens ne meurent pas ya sahbi comment on va devenir dans le monde donc les guerres il n'y a pas d'équilibre là c'est un équilibre faut que les gens meurent pour que les gens d'autres les remplacent donc la guerre mliha La guerre, ماشي مليح en réalité, c'est normal, ماشي مليح. Mais au tremblement de terre. Non plus. Et mais Allah غلط. لا لا, c'est-à-dire ماشي. ما عندوش un autre moyen, Allah, Allah هذا ما عندوش un autre moyen pour. Est-ce que le fait de mourir, est-ce que حاجة مليحة? Tu vas mourir un jour. ماشي حاجة مليحة. La mort est aussi belle que la vie. Sans la mort, il n'y a pas la vie. لولا ما كاش لو كان ما كاش الموت ما تكونش الحياة سي لا كونديسيون سيني كوانون دو لا في لازم لا مور اي لا مور اي تو سي بيل كو لا في اي فو جوست لاكسيبتي اي نو با دخل في مخك ايديولوجي هذه تاع النار وجهنم سي تو Et tu vivras ta vie normalement et tu accepteras. Bien sûr que tu es là, tu n'as rien demandé. Est-ce que tu as fait une demande Non. Tu t'es retrouvé fait de la vie, tu n'as pas choisi tes parents. Tu n'as pas choisi l'endroit où tu es né. Et tu vas mourir un jour. Donc voilà. Hadi, c'est la fatalité. On n'y peut rien. تقدر دير والو دونك فور لاكسيبتي بور لاكسيبتي فور فيفر طبي عيش حياتك كينو ماكون وخلاص اما هذاك اللي يحب يحشيلك باللي كاين اون اوتر في ابري لا مار الوغ دون سو كا الله بوركوا تي كري لا مار بيسكو يا اون اوتر في بوركوا يا با دو كونتينيتي يعني التفاهات هذو تاع الاديان التفاهات تاع الاديان. انتوكا هذوك اللي عندهم مرتيلة في راسهم عياونا يا بو رب عياونا فاتيقاونا هادي القسام. ايه نو من حقه يامن ما يبداش يربب عليا برك بالايمان. فوالا يامن على روحو خطي قسامنا خطي زربنا برك كامل على روحو ما نجمش نبيعها. انا جوني ريان كونتر لي كرويون يهودي مسلم مسيحي بودي جوني ريان كونتر توت سي بيرسون. من حقه مي نو فني با مون مرتي سورتو في بلادي انا يا مثلا ملحد ما نصومش الاخر قال لك الله مليح ناس ملاح ماشي عيش ملاح كيف هذا انا ما نصومش ايبا كون نروح للجزائر ما نقدرش نشرب مو دو تا تريزور حاب نشرب الماء ما نقدرش نشرب اون بيبليك لازم نتخبى نتنفق دين تاع النفاق كومبورتمون تاع النفاق ويقول لك يقول لك كيما مردينا هذاك كريمينال هذاك القتال قال لك لا حنايا الشراب ما كاش الدوله يسمى كان يبريباري باش يولي بريزيدون هو وقال لك اللي حاب يشرب في دارو يتخبى ما يشربش خلاص واش وراي الحريه الفرديه حرية التجول حرية الفكر وراي بكاش لازم تكون إيبوكريت فوالا أوكي فوالا ميرسي سيتي سول كيسيون ميرسي أوكي ميرسي بقى على خير خويا فو با تكنسي لا تيت في عيش حياتك حيتم السلامة حيتم هذا هو انتروبي هذا مصباح هو يطلع هاوليك جاو جا الحمد لله سلامتك يا سي هيثم السلام سمع فيها مليحة اه الله من قبل وانا حاب نطلع يا من قبل تنجيب لنا غير في الطاعة زين ما يعرفوا يهدروا ما يعرفوا لا دين وتهدروا معاهم انت تعرف الدين نعرف الحمد لله ما هو حكم الناس في الإسلام بدأوا نهضروا نتايا بهتم منك كفاش حتى جينا حنا لهنا
كيف تيك توك ده كونت وجيت تيك توك ياو نهضروا قاعدين نهضروا صح مش قاعدين نتمسخروا اوكي كيفاش جينا لهنا هاني قلت لك كيفاش انت ما حليتش كونت باش نمشي في قاسي بالله تقول في قد نحكي مع واحد في عمره 6 سنين اي باينه نهضر على الدنيا مش قلنا على التيك توك انا تمسخر بيا لا حاجه اي خلاص نحكي لك على الدنيا انا كيف حتى جينا له انا نقول لك كيفاش جيت انا نقول لك انا كيفاش جيت حكيت لي مانيا تفضل بابا واحد اختار راح لماني قالها شوفي هذيك بنت فلان الطفله هذيك ها واش سموها قالها روحي خطبيها لي قولي للبابا وروحوا خطبوها لي هضرت مع باباه وباباه شغل جدي يعني قالها صبري شويه صبري شويه بابا تقلق قالها شوفي تروحوا تخطبوها ولا نقتل روحي كان حب حب عميق اتزوجوا بابا ويما دونك خلاص فرح حب حب يطرطق يا ربي ومن بعد باش جيت انا على بالك حبها ومن بعد لازم يفعلوا شيء وكي تفعل الشيء هذاك تجيك الشهوه لا جويسونس يما كان عجبها الحال باسكو الفزي لامور افيك سون شيري ومن هذا الحب هذا انا خرجت انا خرجت من هذا الحب هذا هاو منين خرجت بعد 9 شهور من بعد الزت من بعد وقت كبير وقت كبير احكي لي درك على بابا كيفاه جا ويما يما كان كان الاول خلاص يما كان تقول بابا اونكور نجيب حتى حاجه جديده او وي اونكور اونكور كان تقول له ها احكي لي حتى الاول خلاص هذاك كيفاه جا ما حضرتلوش انا ما باليش انا ما خلاص مشغول بالله على بالك تكسب انت على بالك انت على بالك انت اخي ملحد ايه ملحد انا ما على باليش انت انت واش مسلم دونك على بالك انت كيفاش جينا قلنا كيفاش جينا كيفاه خلقنا ربي كيفاه هو شكون خلقه هو شكون خلقه هادي هادي علم الغيب هادي كي نروح عنده واحد ما كاش عيب ما كاش عيب هادي اسمع لا 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 هادي ما تحشيليش انا على الغيب لا الله لازم يقولنا منين جا شكون باباه ويما ما يقولناش اما لا يروح يربب كيفاش نثق فيه انا هذا يكذب سامحني سامحني نحكي باحترام ما تبداش تطيح انا طيحت له انا طيحت له اي هكاك هضرت هي الكلمة هذه عيب عندنا احنا عيب يروح يربب انا نهضر مع الله ماشي عليك انت استغفر الله يا ربي اسمع اسمع يا الله يا اسمع دقيقة يا الله راح تقود صباح لا ايه والله شت انت تهضر معك بس والله هو يشتيك سبحان الله يا ربي اللي سبحان الله انت دركا شوف سبحان الله نعطيك عليه يشتيك حال لايف وكاين سبحان الله 400 نعم قاعدين يتفرجوا فيك سبحان الله هادي باش شتيت راه عنده اي سبحان انت قد تهضر كلمه الخطر شغل كلمه ما على بالكش شغل لك في عالم خلاف ربي كدارنا سبحان الله والدكتور عنده تقول له ربي ما على باليش يقول لك هاو الدليل النهار الفلاني درت لايف فات معاك هذا وهذا 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 يقول لك صح انت واش تقول ما راه يتبع او يتبع فينا او يتبع فينا اطلع الله اطلع اطلع اسنا اسنا بالك جاوب واش مشيت يكون عنده والله سبحان الله هكاك والله تهضر هكا وسبحان الله ويشتيك نقبض لك شرح كنت من قبل نتفرج فيك كنت تقول له قبض لي ما على باليش واش وسبحان الله ربي يشتيك ما قبضش شرحك ويعطيك في الاسباب باش كي ترى عنده انت يبدا يجبد لك الجريده تاعك بوك صح شتي كيف انتروبي تفضل اسمع شو انتروبي يهضر معي الله عنده الحق على بالك جيلو باللي يديك يشهدوا عليك في اليوم الاخير يدك تولي تهضر تقول له صح ربي دار هذا الشيء دار هذا الشيء رجلك تولي تهضر كل شيء واللي يهضر ويشهدوا عليك يشهدوا ضدك تقول له صح ربي جيلو دار هذا الشيء بيدو نعم استغفر الله بصح هذا الشيء كلش محسوم من الديبو خويا هيثم باسكو ربي قبل ما يخلق الدنيا كومبليكي خلق ادم عبالك واش دار واش دار مسح ظهره وجبد كاع الذريه تاع ادم
وحنايا حنايا بيناتهم ما باك واش دار. حكم قبضه، حكم مسح في ظهر ادم، مسح مسح في ظهر ادم، مسح له وخرج كاع الذريه تاعو، خرج كاع اليومانيتي. اي خلاص واش دار؟ حكم قبضه، حكم كمشه، هذو ما ارماهم في الجنه، قالوا هذو ما الى الجنه برحمتي، وحكم كمشه ارماهم في جهنم، قالوا هذو الى النار ولا ابالي، الى النار يجي غيانا جوني غيانا فوتر. سمع اهل النار، اهل النار، اهل النار ديسيدي الافونس الافونس قبل ما تزيد نتايا. استغفر الله يا ربي. ربي راني نقول لك حد بصح على بالو شكون اللي يهز، وفي الاخر هادو كيقول لنا وعلاه وكيفاه. اه هو كاتب لك الافونس راه قبل ما تزيد كاتب في الدوسي تاعك بلي هاد السيد يروح الجنه، هاد السيد يروح للنار. انا واش ندير؟ لا 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 كيفاش مش هكذاك؟ استغفر الله يا ربي. تفضل. ما تكفرش، ما تكفرش هيثم، ما تكفرش. كلش مكتوب في الجبين، الموت تاعك، وقتك، كلش مكتوب، ما تكفرش، الله عالم كل شيء. اللي... إيه سامحني 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 ربي خلقنا، خلقك انت، وتالما هو على باله ويعرف واش راح يصرى في المستقبل البعيد، انا فيني على باله انت بلي راح تدخل الجنه ولا النار، عليها ربي على باله انت، ما كتبش هو هذا راح يدخل الجنه ولا هذا راح يدخل النار، ما كتبش هو هك. لا كتبها الله، كتبها ما كتبهمش. ما عطيني الدليل. راني عطيت لك الدليل. كيفاش وين الدليل اللي عطيتني هذا؟ هذا حديث قدسي والله. راه يغيظوني انا هادو، يغيظوني كيف كيف قعروا لهم المخ تاعهم. روح روح كتب كتب. سبحان الله، الدليل هذا اللي عطيتني مسحيوه. انا قلت لك عطيني الدليل بلي ربي عطى كتب لنا كلش، هو اللي كتب بلي هذا النهار الفلاني راح يدير هيك وراح يدير هيك. والله خلقكم وما تعملون. الله خلق الانسان وخلق العمل تاعو. ما كانش هادي الله خلقكم وما وما تخلقون، ماشي وما تعلمون تعملون هادي وما وما حب سامحني. الله خلقكم وما تخلقون حاجه واش ديروا. ربي خلقكم واش ديروا؟ عاود عاود كان شدي وما تفعلون. عاود عاود الآية. مانيش حافظ الآية بصح. خلاص انا تحرف اخويا. واش ديروا؟ واش درت؟ واش تخلقوا انتم؟ وما تعملون اعمال العباد. انا العمل اللي نديرو عمل الكفر هذاك اللي نديرو. لا 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 عمل ماشي العمل، ماشي ماشي هذا. آية صح، آية صح. آية العمل عمل الكفر. شكون اللي خلقوا؟ ياك الله خالق كل شيء والاعمال هي اشياء. شكون خلق هذاك هذا الاعمال؟ ايه شكون خلق هذا الاعمال؟ ربي قال الله الاخر. حبس ما نعرفش نهضر بالفصحى بصح ما عنديش الايه. ايتم والله شي تزبون يا ودي، ضعيف شويه خطيك. الو شدر هيثم. هيثم علاش نهضر معك؟ نعم نعم. واش كي تحب تناقش واحد؟ كي تحب تناقش واحد ما لازمش تعطي له سؤال اللي انت ما عندكش الجواب تاعو، تاع شكون خلق ومن بعد انت تقول الله بلا ما عندك حتى بروف، فهمت؟ باسكو انا قادر نقول لك لا بومب اتوميك تاع هيروشيما انا اللي درتها، فهمت؟ انت كي تقول لي شكون اللي خلق الشمس، شكون اللي يشرق الشمس من الشرق ويغربها من الغرب كل يوم، نقدر نقول لك انا هو اللي نديرها. واذا كان ربي تاعك يقدر يدير العكس قول له يدير العكس. ما يستجاب ليش انا درك؟ لا كان انت اللي تقول لي انا اللي نقول لك ديرها، ياك ما تقدرش ديرها سما انت كدير. انا قلت لك قول لربي يدير العكس اذا كان يقدر، بصح هذه من بعد الايمان. قلت لي يا ربي جات لك هكذا يا هذا ما كان باسكو قالوا لك. سامحني قول لي انت منين هاد الدنيا منين جات؟ منين جات؟ منين جات؟ اذا كان اذا نحكي لك منين جات في القران عباك، كيفاش منين جات هذه الدنيا؟ جات من زنا محارم في القران. اذا تبع القران من الدنيا ادم، ومن ادم خلق حواء، ومن بعد جابوا الدراري، ومن بعد ولادهم تناكحوا بيناتهم خاوه وخاوه وخيات، ومن بعد كاش منها دونك الدنيا هذه هي. ماشي هذه هي. لا لا ما شكون يا اخي؟ ولاد ادم اللي زادوا يا اخي. ما كانش واحد اخر مع ادم. إيه ادم وحواء. إيه ومن بعد كي جابوا ولادهم بعد كيفاش كيفاش زادوا من بعد يا اخي جابوا ولادهم؟ قلت لك نقول لك يسامحني خليني نهضر. حواء كان عندها زوج كيف يعيطوا لهم؟ زوج رحم. رحم زوج رحم. ايوه بارك الله. زوج رحم كانوا توام يزيدوا فيها رحم، وزوج توام وحد اخرين يزيدوا فيها رحم.
كيزادوا الطفل تاع الرحم ما يسموش خاوة هادو ما يسموش خاوة ابارامون يمالو الخطر هذا في رحم وهذا في رحم اسم حرم رحم تاع مرا ورحم تاع مرا واحد اخرى كيف كيفه مهمش كيف كيف بصح الرحم تفهم انت وشنو هلا ديان تفهم وشنو هلا اخر الجروب سونغ تفهم وشنو هذا انت خصك لا ديان تحمه واش يخلي خوك وخوك واختك باللي خواتات خوتك وخواتات وشنو سي الباتريمون جينيتيك جبت 23 كروموزوم من عند باباك و 23 كروموزوم من عند يماك ايه بصح البويضات مش كيف كيف في الرحم هذا وفي الرحم هذا ربي خلق على كل شيء انت خوف كيف كيف اختار في رحم سليم حيتم لازم نحبسك باسكو ما فو با تزيد تهضر على الدين باسكو انت ياك تخرج الناس من الدين وانا ماش حاب يخرجوا شكرا هيتم ضعيف جدا صح انا نخرج بالخطر صح شبقى على خير تفضل بارا حبيت ثاني ريبوندي بون لهذا قبل اللي هضر مقبل اللي قال لك لي بوزيك لا كيسيون تاع لي جوتون سور ليستوار دو لوردر في لونيفير دونك جو ن سي با اذا على بالو مي لا دوزيام لوا دو لا تيرموديناميك هل كونفيرم وكاين ميم لا فورمول كو لو موند سو ديبلاس دان ايتا اوردوني فير ان ايتا ديزوردوني كي سابيل لونتروبي J'imagine les handoules pseudo-entropie, il peut comprendre, tu peux trouver sur Google la définition de l'entropie, tu sais c'est quoi. Parce que dans le monde, il y a plein de chaos. Le fait qu'on est là, il y a eu des conditions, mais on s'est trouvé là. Comme on a dit que la vie fait Mars, parce que on a les conditions. Mais il y a d'autres planètes où il y a une autre vie. Parce que la possibilité est énorme. Donc, c'est l'histoire. Salam alaikum. Oui. Salam alaikum. Oui. Donc tu es en train de parler du monde parallèle, c'est ça? Non, pas le monde parallèle, juste l'univers toi, observable. Oui, en fait, toi, tu crois qu'il y a, oui. Y a d'autres civilisations qui existent en... C'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Parce donc, t'arrives... que quand on voit le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, il y a plus d'étoiles dans l'univers qui ont des planètes... que de grains de sable sur toute la planète. D'accord, donc, mais je veux dire, ta conscience, elle te permet de croire qu'il y a d'autres civilisations et elle ne te permet pas de croire qu'il y a un créateur. Donc ça, c'est quoi? Comment tu m'expliques ça? Parce que pour qu'il y ait une vie, il faut des conditions. Les conditions pour un créateur, je ne les connais pas. Donc là, on va essayer de parler en arabe. Je pense que c'est mieux. Il y a beaucoup d'Algériens là qui, je crois, qui participent avec nous. Ils parlent en arabe. Je me présente. Donc moi, je suis un Algérien, un Issekn en France. Donc je suis musulman. Je voulais poser une question à Monsieur Djilou. Je trouve que vous avez de l'humour et vous êtes quelqu'un de, on va dire, de sage. Mais ce que moi j'arrive pas à comprendre, elle est chez Metkeo chez Al Ijaz al Qur'ani, par exemple. Pour vous, c'est quoi? Attends, bah, Michel, je te donne Natek Haja Sahla. Est-ce que Shims dort ou la Madorch? Est-ce qu'elle tourne sur elle-même ou pas? Oui. Elle. Le soleil tourne. Le soleil, pardon. On est nahdar en arabe, Zama, bel Shims dort à la Roha, parce que Shims c'est Mouenneth. الشمس مؤنث en arabe littéraire c'est vrai ou pas si je me trompe pas الشمس تدور على روحها ولا لا الدور d'accord في l'époque تاع il y a 1500 ans en arrière quelqu'un télescope quelqu'un des scientifiques qui يقدروا يعلموا هذا l'information non mais عطينا اجازه علمي directement عطينا كوار الليله ان هذا كوار هذه هي واش تحب نو مش هذه هي كاينه ايه واحده اخرى بلا كون جيت تفاتت عليك راك عرفتها وحدك والشمس تجري في مستقر لها ما معنى مستقر بارك الله فيك لا حبيبي اصبر دقيقه انتروبي دوك نعطيك لا بارول سي انتروبي كي بارلي اسمع شوف تهضر على الاعجاز داك راح تخرج من الاسلام نبقى كان إعجازك تهضر عليه دوك نعطيوك لا بروف إيريفيتابل باللي أو بيان جابوها
من لي سيفيليزاسيون من قبل ونعطيوك الادله ولا تفاهه. تفضل انطروك. فوالا دوكا اسكو انت تعرف القران خير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا ما نعرفش انا، راني نحكي لك على واش بارك الله فيك. جاوبني على الايه برك. بارك الله الايه الايه هذه فسرها لنا سيدنا النبي سي طريرا وين يفسر الايات، بصح هذه فسرها لنا سيدنا النبي. سما نروحوا للتفسير تاعو هو اللي نزل عليه الوحي. واش يقول لك هذا الحديث؟ هذا الحديث قال لك ابو ذر الغفاري صحابي الجليل كان جالس مع سيدنا النبي. واش يقول لك؟ قال لك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال اتدرون اين تغرب الشمس؟ قال له سيدنا النبي قال له ابا كنت تروح الشمس كي تجي الليل؟ فقلت الله ورسوله اعلم. قال له والله ما بالي. قال تذهب حتى تنتهي تحت عرش ربها ثم تستاذن فيؤذن لها وتوشك ان تستاذن فلا يؤذن لها وتطلب فاذا كان ذلك قيل لها اطلعي من مكانك فهو قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سما الشمس وين تروح؟ كي تغرب تروح تسجد عند العرش الرحمن يقول لها عاودي طلعي تطلع، وكي يقول لها ما تطلعيش طلعي من جهه اخرى تماك يوم القيامه والعياذ بالله. هذا هو التفسير. هي النهار اللي ما تطلعش اليوم القيامه. لا لا تطلع لا تطلع تطلع من المغرب تطلع من المغرب. معليش دوكا باغي نزيد نسقسيك حاجه خويا اللي راك تهضر، حاب نقول لك نتوما تبازيو على تفسير ابن كثير ابن القيم هذو هما لي زونسيان اللي جاوا. خليني باك نكمل لك. تفضل تفضل. لي مسلمون مانيش راه نحكي اون جينيرال، لي مسلمون اللي راهم بازيين على ابن كثير وابن القيم. حنا على بالنا باللي في الدين لا يعني هكا ابن كثير ولا باسي ابن كثير الذهبي الامام الذهبي ماشي مفسر محدث المهم محدثين والمهم هذو هما اللي بازيو عليهم هو ابن كثير في تفسير القران اللي بازيو عليه. هذ الناس عاشوا في ليبوك بعد الرسول كي مات وفي هذاك الوقت تسمى هما ناس عاديين ماهمش معصومين اوني بيان داكور العصمه يا اخي ما كانش في الاسلام ما كانش بشر معصوم. دونك الرسول رسول معصوم ولا مش معصوم؟ الرسول معصوم الرسول ما يخليني برك نكمل لك باه ما تديستابيليزينيش برك بارك الله فيك. انا مانيش امام ولا مي نهضر دوك لوجيك باسكو توما وزاد بلوس دون لا لوجيك كو الحوايج هذوك لوجيك. دونك انا الناس هذا نشوف فيهم الشيوخه داروا لي فور تاعهم وخدموا فسروا داروا كل شيء مي انا او فوندومون على بالي بلي الناس هذم يغلطوا وانت على بالك والاخر على بال والناس كامل على بالهم. وكون جا القران مرسل غير للناس هذوك في الوقت هذاك نقدر نقول لك بربي بلي اليان جوست اليان جوست باسكو القران على بالنا بلي منزل للعالمين منزل للناس هذوك والناس اللي راح يجيو اللي من وراهم انسيت سويت سافو دير كو كاين ناس يقدروا يبيف مال انتربريتي حوايج يجيو ناس من وراهم اللي هما بالك معانا ولا اللي كيما قال كاين ناس يجيو قال لك لو سيرفو ديجا هومان اون فا دير اي ليكسبلواتي ا 25% دابخي اينشتاين وقالها حبيبنا قبيله. مي كاين يجيو ناس بالك بليز انتيليجون كو نو يقدروا يفسروا حوايج اللي ما فسرهمش ابن كثير خويا. دونك ما تستغربهاش هذه قادره. كي نقول لك انا تهز انت بالعربيه العربيه كامل راكم قريتوا وزاد دي زالجيريان قارين العربيه كي تقرا انت هضر لي على القران ما تهضرليش على التفسير ولا تهضر لي على الحديث اللي كاين احاديث موضوعه كاين يقدر يكون اي شيء باسكو الحديث يقدر موصلين هنا ناس عن 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 مي على بالنا بلي القران حافظه ربي داكوغ تا كي تهز الايه وحدك افيك تا كونسيونس وتقراها ربي يقول لك والشمس تجري في مستقر لها كيف تفهمها انت؟ معليش خليني من هذه الجبال لي مونتاني من وقتها يقدروا يعرفوا هما بلي لي مونتاني الجبال يتحركوا. هاي كاينه ايه تقول لك بليزيور ايات يقول لك الجبال تسير سيرا نعطيك حتى الايه اللي بغيت. هذاك الوقت كانوا عندهم لي زوتي يعودوا عندهم لي زانفورماسيون ما عندهمش. دونك جاوبني جوست استفسار برك و معليش احاديث اللي في صحيح البخاري تاخذ بهم ولا ما تاخذش بهم؟
شوف كاينه قاعده، لا انني قلت لك مانيش، انا راني كيما الناس كامل انسان عادي، مانيش متعمق في الدين، مي على بالي اي حاجه ما توافقش القران، اي حديث، الحديث يرجع للقران ماشي القران اللي يرجع للحديث، صافي دي خصيه كيك شوز في القران تقول لك هكذا، تلقى حديث يقول لو كونترير الي فو سي بور سا الالباني صحح الحديث. الالباني راه من العصر تاعنا. على بالك باللي البخاري ومسلم اصح كتابين بعد القران وتراك تقول باللي فيها اخطاء؟ لا معليش هاك تقول لي اصح، شوف الكلمه اللي قلتها انت اصح، هل كلمه اصح تتضمن الغلط ولا لا؟ اصح قلت اصح كتابين بعد بعد ما بعد ما بعد القران. معليش عندي سؤال نسقسيه جيلو. أثناء فريوها سؤال بنفس النطاق. بنفس النطاق في نفس النطاق. انت راك تقول بالك يجوا عباد بلوز انتيليجو علينا يفسروه ويفسروهم يو. انت كي بديت الهضره دوكا واش قلت لي؟ قلت لي نهضروا بالعربيه خير باش كاين باسكو لا بلوبار سي دي زالجيريان باش نفهموا كاع. ايه هكذا. Donc est-ce que tu penses que Rabbi qui a envoyé un message à l'humanité, il peut pas trouver le moyen où il y a un message où il n'est pas de faire mouble les ambiguïtés? Lucan Doka, Mark Zuckerberg qui est abd qui mène un tas, il a envoyé dans le gars l'humanité, il a envoyé un message, il a envoyé fait 5 secondes le gars l'humanité, bla mais il est intermédiaire, bla mais il est pas un tas. هذا عبد. صح صح كاينه سي فري سي اون فاصون دو فوار لي شوز كامل دي كاباب دو فير ميو. نو نو اون فيت لو بوت نتا راك شايفو نتا راك تشوف فيها هكذا، مي نتا دركا لا مونتاليتي تاعك كون نهزوك دركا ماتنو نهزوك عندنا فيسو يتليبورتي كيديك الوقت الوقت عمر بن الخطاب والصحابه وكذا اي با لا سيونس لا سيونس اللي نتا نتا اوتون كو اتر هيومان درك عادي لا سيونس نتاعك راك فايتهم ب فايتهم بدي 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 سيكل خويا باسكو نتا عقلك ما يتقبلش الاوروم ما يتقبلش امور اللي هما عقلهم يتقبلهم هما بكري واش كانوا كانوا في الصحراء في مكان والو يا ما كانش لا سيونس ما الاسلام الاسلام اي غير صالح لكل مكان وزمان دونك اذا كان القران صالح لكل مكان وزمان أوي تامن بالإسراء والمعراج يعني البراق. شوف أنا باغي نقول لك حاجة قبل أن ندخلوا في لي ديتاي أفون ندخلوا في لي ديتاي، كاينة آية في القرآن واش تقول هذيك الآية؟ من آمن بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر، واش هو في آخر الآية؟ مانيش بالك حافظها قد استغفر الله لكان غلط، مي كاينة هذه الآية دخل الجنة. لو بوت تاع الإسلام واش هو؟ سي كوا لو بوت؟ سي دو كخواغ كو يا أن ديو c'est-à-dire le créateur تاع لو موند ou d'être bon envers les autres. تاع راح تجبد لي احاديث وتقول لي كان كاين تقول لي الاسلام وكان كاين صورة الاسلام صورة محمد صورة معليش 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 باغي نسقسيك معليش كيف معليش علاش معليش باغي نحيونا معليش نحيو معليش معليش انت والديك مسلمين والديك والديك مسلمين والديك مسلمين لي بارون تاعك مسلمين فوالا على الفطرة على الفطرة يقولوا فوالا والديك تاع ثاني اسكو راك تشوف فيهم ناس اشرار ولا سي دي جون بون نقول لك سكي سي باسي والديك اسكو كانوا ناس ملاح ولا لا كانوا ناس ملاح ما يسرقوش ما يكذبوش علاش نقول لكم علاه نقدر نفسر لكم علاه باسكو شوف في لافريك دو نور كاع ليجيبت لا تونيزي الماروك لاخر كانوا عندهم إلزو ادوبتي الاسلام ا لور كولتور نحاو من الاسلام كاع داير بكري لا جينيراسيون تاع بكري الصلاه سيتي براتيكمون بارتير دو 45 50 طون ما تلقاش عندهم بليس بابا بدا الصلاة 75 ولا ماشي عارف 75 سيت ان اكزومبل اون ا با لي ديتاي مي نحاو كاع من الاخر تاع الاسلام ما كانش يلعب دور في لافي تاعهم تلقاه يصلي ان سيرتان اج يصوم مي يافي ان توليرونس تلقى واحد يصلي شيخ يصلي مع واحد يشرب يكسر نورمال دونك سا الاسلام نيتي با ابليكي à la lettre qui m'a dit. À la lettre, ouais. Ou d'ailleurs,
ودايور باردون صارت ديجا اترافير ليستوار قبل باغ اكزومبل ما يجي ابن تيميه كان الموند عربو مسلمون سوا ديزون اللي نسموه دوك عربو مسلمون يسبورتي بيان باسكو ايزيتي مسلمون مي سون ابليكي الاسلام ايزيتي مسلمون دو بارول مي افيك لي بيترو دولار في زاني 70 جا الوهابيزم ومن بعد بداو يجبدوا الان باسكو اون بو با يشابي لي فيرسي اكزيست لي فيرسي اكزيست مي لي فيرسي اكزيست ابن تيميه سي با الاسلام خويا Oui, c'est une personne. Mais les ayats qui ont dit le retour à la source, c'est vrai ou l'islamie, ils ont dit le Coran, ils ne l'ont pas dit. Ou le fassurum qui m'a aimé. Mais le fassurum qui m'a aimé, il y a un tafsir d'Ibn Kathir, il y a un tafsir qui m'a aimé. Source d'Auba, ils ont dit le fassurum. Est-ce que le fassurum qui m'a aimé, il m'a aimé le cadeau? Non, je ne comprends pas le parent. Alors qu'on a eu 4 écoles, 4 écoles islamiques. الجزائريين الله أعلم المذهب المالكي يتبعون المذهب المالكي مالك بن أنس وكاين أبو حنيفة النعمان وكاين الشافعي وزيد لي الرابعة نسيت أحمد بن حنبل الحنبلي تبالي في مصر كاين 9 أونتو مي كاين 4 سي لي بلو كوني كاين 9 لي بصح شاك مذهب عنده لي سو مذهب وكل سومة ذهب عنده دي سومة ذهب حتى الحق يا أوتون ديسلام كدو مسلمان المذهب لي زيكول هذه هي باش نفهمك تك تهضر لي على لي زيكول مي لي 4 بلو غون هما هذو اللي هضرنا عليهم سي لي 4 بلو غون ما كانش كيما هذو غير مذاهب فقهيه خلينا مذاهب عقائديه كاين كثر ثاني يا حسره كاينين بزاف كاين مام دي سيكت اللي بدا درك يتكريا ودرك اون سمون جدد اسكو الله نا با سو ديليبري سون ميساج نو انا واش باغي نقول لك قبيله قاعد نسمع اني نهضر لوجيك برك دركا خاوتي باش ما انا مانيش قاعد نهضر دين نهضر لوجيك سي ما لوجيك جو سوي كيما يقولوا كيفكم جي ان سيرفو جي ساي دو ريفليشير اي جي ساي دو بارطاجي ماشي امبوزي ولا ش بارطاج افيك فو برك فو بوفي اتر داكور كيما تقدروا تكونوا نكون انا غلط بوتيتر انا واش راني نشوف باللي لو موند ما يقدرش يكون بلا كرياتور سما لوجيكمون بكري جو مغابيل نحوس شويه على الامور هذه تشوف داروين ولو سولي لا جوي سون رول ولا باكتيري ولات ما على باليش وشيه ولو بواسون ولا ما نعرفش ولي سانج ومن بعد جا لاتر هيومون ما جو كرو با سا هذه باسكو ديجا التاريخ تاعنا صافي الاف السنين حاجه ما تبدلت العبد قاعد عبد صابوا دي فوسي صابوا انورمومون دو شوز اللي كانوا وكي نيكزيست بلو و لاتر هيومان ايفولو ميم نعطيك لو شيان مثلا دوكا لي شيان عندهم لو سانكيام دوا تفر هنا خارج طالع او يطلع جوسكا ديسباريسيون يبا ديسباريت دون ميلون ولا لو شيان اورا بلو اينا كو 4 مام لي تريمان جيلو عنده وحده كي نو سير ريان شوف لو شيان نيمبورت كيل شيان دير هكا طلع هكا تسبين غريف هنايا كي نو سير ريان اي دونك راهم ميتاسيون جيلو لو بارا يا لو بارا اون اي ان تران ديسكوتي كومون تو كو حسبنا باش نتفاهم ديزولي خلاص ديزولي بازي قلت لك ليتر هيومان سي لا ميم شوز باش نكمل في كلامك لي زونسيان كاع زيتر هيومان قبل ما ينفونتي لو فو لي ستوماتير لابدومين تاعو كان كبير باسكو يلافي بوزوان دو بلوس ديسباس بور ديجيري كي ولا يطيب الماكله او فيريا مزور ولا يسحق موان ديسباس بور ديجيري ليتر هيومان تبدل سوف كسي دي شونجمون كي اري بوندو دي ديزان فوار بلوس دو ميليي داني معليش بصح ريغارد لا سكو تي فيان دو دير الشيء اللي قلت له درك هذه النقطه اللي قلتها لي تري تري امبورطونت لي بريمورديال انت واش قاعد تقول الانسان كي بدا ياكل صافي دير لا لو شانجمون اي لي با دو على ناتور مي اي لي دو
او كونسيكونس اون فادير الشيء اللي راهو يصرى لي شانجمون كليماتيك الماكله اللي راك تاكل فيها سي فري او با خاوتي اذا كان راني غلط قول لي راك غلط انا نهضر لك على كي تتبع انت نقولوا داروين نظريه داروين واش هي نورمالمون درك انت ليستوار اللي عندك في يدك او مسيو جيلو كان يحكي لك قبيله على دي بيرسوناج عاشوا عندهم 2000 عام راك فاهم ça veut dire من 2000 ans ورواح on a vu aucun changement ما كانش رانا قاعدين نشوفوا غير des espèces en voie de disparition هذا واش اسمه كيما لي دينوزور كانوا راحوا تاك تاك دي تيغر ما نعرفش شي راحوا عادوا ما كانش سيغتين لي بواسون ثاني راحوا وانا قاعدين نشوفوا غير في des espèces قاعدين يروحوا مي سي لي ميم espèces ما تبدلوش معليش نعطي لك اون ريبونس سي با لا ميان سي اون ريبونس دي سيانتيفيك par exemple, c'est pas en 2000 ans il sera un changement. T'as la nature, mais juste à grève sous toi. N'as-tu qu'un exemple? Quand tu seras un taïa, tu seras exposé aux radiations. Où est-ce qu'il sera avec? Bah, il sera avec quoi? La radiation nucléaire. Il sera avec quoi? Si tu es exposé à une radiation forte, tu peux te mettre moins de 24 heures avec des cancers généralisés. Déformation. Oui, bien sûr, bien sûr. Où est-ce que le cancer? Le cancer, où est-ce que c'est une déformation. Flash, tu as la DNA. Tu veux dire le patrimoine génétique, mais il transmet de la même manière d'une génération de cellules à une autre. Donc, voilà. Hna, la Terre, on est souvent exposé à des radiations. L'espace m'amar les radiations. Ce qui nous protège, c'est le champ magnétique terrestre, qui renvoie une grande partie des radiations vers les deux pôles. D'ailleurs, c'est pour ça que les avions ils évitent les deux pôles, parce que c'est des zones plus irradiées, plus le climat. Donc, le corps humain, avec la petite, infime quantité de radiation, il te joue à travers le champ magnétique terrestre. Bah, le micro, Mario. اسمح لي هكذا سي بون اه سي بون فهمت خويا ماريو وي وي لو بار دونك لافي ليكسبليكاسيون دي سانتيفيك هذوك لي رادياسيون ا بتيت دوز ا بليزيور زاني il faut des modifications c'est comme une petite qui n'est pas un cancer mais c'est une modification qui on bad ça peut aller vers le bon sens comme ça peut l'évolution elle est aléatoire n'attaque un exemple on bad c'est la nature qui s'occupe d'éliminer les défauts de fabrication par exemple à l'époque كان يكزيستي واحد سبع كيما تاع لاج دي غلاس هذاك سبع هذاك اللي عنده نيابو خارجين بزاف راك شايف دو كوا جو بار عرفتو ايه هذاك اللي اكزيستي هذاك لا ناتور لا اليميني تيليمينا وحده وعلاه عنده ديفو د فابريكاسيون ما عندوش زاكا دونك كي يتبع لا بروا تاعو ما يحكمش لي فيراج يتقلب الزاكا عند لي فيلا سي لا ريسبونسابل ديكيليبر في لي فيراج دونك il réussit rarement à attraper sa foi donc la nature la loi de la nature l'a éliminé معليش توا الشيء اللي راك تحكي لي عليه tu parles des théories en fait هذم سي دي تيوري سيانتيفيك معليش je te crois انا راني نهضر لك على كتاب par exemple اينشتاين اسمح لي je crois جيلو راهو très bien informé في هاد لي سوجي انا نقرب لك الفكره ولا غلط قول لي راك غلط وصلحها normalement اينشتاين il a parlé des étoiles les étoiles واش قال قال بلي لي زيتوال كون اي اون طران دو فوار لا اي بوف اتر في بلاصتهم وقادر ما يكونوش في بلاصتهم سا سبو كو سي جوست لو ريفلي لا لوميير سور فوالا سا ديبون سا سبو كو لي طوال لي توجور لا ولا مازال حي باسكو لي طوال يموت اون فات وي مي يموت يعيش دي مليار داني مي لي طوال لا بلو بروش سي الفا دو سنتور لا لوميير تاعها تريح 4 سنين باش تلحق لعندنا دونك كي رانا نشوفوها سور هي اليا نوتر اندروا فهمت اسمع مليح لو بارون اسمع مليح هادي تروك لازم تتفهمني واش راني نقصد لك سا فو دير كو ليماج لا لوميير ليماج سي كوا سي اون لوميير كي دو ترافيرسي هذيك في لا ديستانس اللي كاينه بين النجمه وعينك توا بور كو توا تابيرسوا ليماج هذيك سي دي قدا سي دي ميلي داني ولا شحال قلت لي 4 ans قلت لي لا بلو بروش سي 4 ans 4 ans لو سولي سي 8 مينوت لو سولي كي نشوفوه كي يشرق نشوفوه 8 مينوت ابري ما يشرق les étoiles ça dépend la distance on est bien la plus proche c'est 4 années lumière la plus proche c'est 4 années tu peux plus
On est bien d'accord. Ah, ça peut être 14, des milliards d'années-lumière. Bon, mais je vois, je veux bien mon jarad, il faut des moyens. C'est tout ce que je voulais entendre. Donc, oui. Qui trouve fait sorte qu'il y a une aya, تلقاها فلا أقسم بمواقع النجوم. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? مواقع النجوم c'est tout. فلا أقسم بمواقع النجوم. درك أنت كي تلقى آية كيما هذه. وش الآية هذه وين؟ قلنا الآية هذه وش اكتبها اكتبها ما نقدرش نخرج من تجيبو تجيلو ما نقدرش نخرج من هذه لا اخرجوا ولي أعطينا أعطينا وين؟ قول سينو كاش واحد يعرف يعرف الصوره وشنو هذه الصوره وين وين لقاوها فيرسي 75 تاع الواقعه فوالا الواقعه شحال 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 الواقعه هذه 75 الو 56 شحال النيميرو قلت 75 وي توت سويت توت سويت الو Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Fala oksimu bimawaqi' an-nujum. Hada hiya. Voilà, hadi tjilou déjà moi quand ki qaritha, nhakik logique. Donc ki tlqaha nta fi Qur'an ando 1500 sana. Yahdar lak ala hwayej kima hadhom li ktashfhom Einstein et ba tu tu dis il y a quelque chose qui va pas quand même. Il y a 1400 ans, راك تشوف فيها ليطوال يقدر يكون في بلاصتو ويقدر يكون سايت فا سي جوست ليماج اللي راهي لحقاتك بصح لو فيرسي نو فو با دير سا سي النجوم فوالا يا با كو سا يا با كو سا تحب نزيدو نزيدو نورمال من الموقع بيتر ستابل بيتر بو كومون تو بو با مي كومون كومون اون فراز اون فراز كومون تو بو بروندر اون فراز دينيي دو سونس كي فو ابسولومون ريان دير اون بلوس سا دي كونتر سا دي كونتر نو سا دي الكونت فلا اقسمو سما الله يقسم الله يقسم بمواقع النجوم ماشي ما يقسمش بمواقع النجوم كاين حاجه كي لوجيك ماريو كي تناقش كتاب سوا ديزون جا من عند الله ما تناقش انا في لا لوجيك ديالي ما نناقش واش كاين فيه صح باسكو اذا كان جا من عند ربي اني با سوبوزي افوار اون سول ايرور راك فهمني نو سي دي سيني سي دي سيني سا اون فيت لو بيت نعطيك ان سين نعطيك ان اوتر سين تعرف لو كالندري مايا نعرف نعرف لو كالندري مايا اللي طري بريسي ا ان بوين وين معجزه براتيكمون صح ولا لا لا بيان سور اي بورتو كومبيان دو ميلي داني افون القران يبصح عليه قبل القران قبل محمد ما جاوش رسل نو مي حنا عندنا لافورماسيون يا دوت رسل يا مويس موسى عيسى اسكو صافي دي مايا هذا الاعجاز هذا اللي داروا اسكو صافي دو دي ديو بار كونتر نعاود نولي لك الحاجه وحده اخرى نعاود نولي لك الحاجه وحده اخرى مقبل كي قلت لي انت مقتنع باللي كاين اون اوتر فورم دو في قلت لك سي بوسيبل سي با امبوسيبل هذا يا اخي هكذا جاوبتك مي ماشي مقتنع باللي كاين ربي داكور انت نعاود نوجه لك سؤال انت ماشي مقتنع بلي سيونتيفيك اللي قالوا لك يعني مالغري لي بروغري دو لا سيونس اللي قالوا لك على ليفولوسيون بصح مقتنع وقيل وقيل اذا راني سور صوره الهود الايه 40 ولا 41 اللي قالت لك كي كانوا في في, في البابور تاع نوح كيفاش تخلق القط الفار كان يفسد في البابور ومن بعد نوح ولا الاخر الى اردني للسبع عطس خرج منه قط ومن بعد كانوا الفضاله تاع الحيوانات الى اردني للي فضرب للي فون في زعكتو وخرج منه الحلوف باش ياكل الفضالات اسك تي تروب هذه لوجيك هذه في القران بارون سوره هود نورمالمون اذا راني شافيه 40 41 حاجه اذا عندك الكتاب تي بو فيريفي تجيلو معليش بغيت نسقسيك حاجه لو باغ درك انت تي تو باس دقيقه نبقى في هذه تاع النجوم راني في
راني في تفاسير ابن كثير. Alors, ارجع لواش قلت لك تجيلو برون كونت سكو جو فيان تو دير شتي دي توت الور ابن كثير il avait pas les outils pour comprendre ce genre de verset. Non, c'est pas du tout ibn en tête voilà. Il avait pas l'information déjà. Ibn Kathir te donne ce qu'on dit d'autres. D'accord. Mais il sait, il قال لك واش قال selon x selon y. D'accord. Donc ابن كثير كان ميزيلمون يقول لك ما ناخذش ابن كثير tu fais du bruit le pan غلق المايك. Alors je te dis alors l'expression bi mawqi'i an-nujum pour les ans, il s'agit des révélations successives du Coran, donc pour les ans. Car celui-ci est d'abord descendu d'un seul tenant, la nuit du destin, du ciel supérieur au ciel inférieur. Puis il a descendu, il a ensuite été révélé en différentes parties. Donc, Hana, toi tu parles des étoiles, tu parles de science, alors que, Akshou, mais quelle est la science, l'étoile? Mais alors, l'étoile qu'a dit que, ahbat, yani. Et sa descente s'est étalée sur plusieurs années. Pour les autres, il s'agit des positions des étoiles dans le ciel, ou bien de l'endroit où elles se lèvent. L'endroit où elles se lèvent. Selon l'opinion d'Ibn Jarir, ou bien encore de leur mention, d'après l'avis de Qatada. C'est vraiment un serment solennel. Si vous saviez, ce serment que je fais est terrible. Si vous avez conscience de sa solennité, vous glorifierez l'objet de ce serment. Et voilà, donc, khurafat, tafahat, même kitra, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Et ça n'a rien à voir avec les étoiles, et ça n'a rien à voir avec la science. Monsieur Djilou, tu viens de le dire, opinion. Opinion, c'est des opinions. En fait, les gens هذا معاشو بكري مي يقدروش يفهموا واش راك فاهم انت تجيلو درك انت تا ايتي امباكتي بار لا سيونس تاع درك تا كونو اينشتاين عرفت الحوايج هذم لي زانفورماسيون دو جوردي دونك tu peux juger par rapport à ce que tu as les outils que tu as aujourd'hui. Dans ce cas Dieu a mal choisi الوقت تاع باش يحمد الرساله. Non, en fait الرساله pourquoi l'islam est dans la merde. Pourquoi l'islam est dans la merde? Pourquoi il y a 10 000 interprétations? Pourquoi واحد ما يكون واحد يطلب وعلاش كاين السنه الشيعه الحنبلي قرقب وطسطوسي علاش؟ Parce que c'est un message de merde. Parce que c'est pas possible que ce soit un message envoyé par un dieu. C'est un message تاع صعاليك اللي كتبوه باش يستولوا على الناس باش يسرقوا وينكحوا ويديروا النساء. En fait, هنا انت يفوك تو سيبار بين الاسلام اللي فري مسلمان و لي جون كي زون اوتيليزي الاسلام بور لور بروبر انتيري. الناس هذو اللي راهم دركا لي فري مسلمان. شكون لي فري مسلمان؟ اللي طبقوا الشريعه. لي بون مسلمان. Non, non, les bons musulmans. Ils te font croire ça. Les vrais musulmans. C'est nous, mais qu'est-ce bon musulman? C'est moi, c'est tes parents, c'est les gens bien. Tu es un Algérien. Je te prends comme Algérien. L'islam, tu n'es pas musulman. Si tu étais musulman, tu renierais ta nationalité. تقول لي انا مسلم قبل ما نكون جزائري، جزائري خضرا فوق عشا، انا انتمي الى الامه الاسلاميه. لا تو اي مسلمون، بور لانستون تو اي الجيريان، الهضره تاعك تاع جزائري، ماشي تاع واحد اللي ينتمي الى الامه. لا تجيلو الهجره، احنا نهاجروا علاش تجيلو؟ احنا نهاجروا الانسان علاش يهاجر من بلاده ديجا دو باز، احنا لي زالجيريان اللي راحوا ليترونجي، باسكو ما لقيناش راحتنا في 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 البلاصه اللي كنا عايشين فيها. كامل نجرو على جال كيما يقولوا باه نحسنوا الظروف تاعنا المعيشيه، باه نطوروا رواحنا، باه كذاك. على بالك ما كانش اللي ما يشتيش بلادو، الناس كامل تحب بلادها. ما رسول محمد في الاستوار هاجر المدينه ورجع لمكه. سي فو ان مسلمون ما يحب، ان مسلمون عايش في الجزائر عنده نصف الجزائر ما يحبش الجزائر، ما يحبهاش.
باسكو كاين الدوله الاسلاميه هذا ما كان ما كاش باسكو الجزائر شحال من واحد يبوزيلو لا كيسيون عندك تخرخيش في الميكرو تاعك يا ماريو اسمح لي دوك نكوبي خليك تهضر ومن بعد نهضر الجزائريان اللي مسلم نقول له انت مسلم اولا وقبل كل شيء ولا جزائري اولا وقبل كل شيء يقول لي انا مسلم قبل ما نكون جزائري نقول له علاش انت مسلم خي انت ناسيوناليتي الجزائريان عندك لي بابيي باسبور الجزائريان يقول لي ماشي الجزائر راح تديني للجنه الاسلام هو اللي يديني للجنه تفضل Bon, moi je sais une chose, Djilou. Chez la Rakta Darfé, c'est existe, c'est vrai. Et là, quand vous avez dit que 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 vous avez dit على بالي بلي انا لو بوت تاع الدين تاعنا واش هو سي تكون انسان صالح هذا ما كان انا وشي... هذا ما كان خليني باقي نكمل لك خليني نكمل لك كي الرسول نزل عليه الاسلام قد شي قعد هو غير في التوحيد برك قداه نعم باه نوحدو برك لو بوت سي توحد بلي كاين كرياتور اي تو لادور هذا ما كان لو غيست سي دي ليستوار لو غيست سي دي ليستوار بون بار إيه كي تدخل انت القران تشوف واش هو الاسلام اركان الاسلام الخمسه واش هما كاين خمسه اركان اركان هذو ما كانوش في وقت الرسول ما كانوش في القران لا على بالك وقتاش خلقوهم هذو الاركان ايه دوك نعلمك التاريخ ونعلمك التاريخ الاسلامي يعني كيفاش ومشي انا يقولها قالوا ان اسلامولوج يعني شيرشور جورناليست المون وقالته جاكلين شابي جاكلين شابي اسلامولوج لانغويستو انت لو 18ام و 19ام سيكل هادو خمس اركان خلقوهم انت لو 18ام و 19ام سيكل قبل ما كاش اركان في وقت الرسول ما كاش اركان لا ما فهمتنيش دركا الاركان مذكورين في القران وني بيان داكور يعني نقول لك ما كان اركان العباده الاسلام دوجوردوي الاسلام دوجورد افهم هذه افهمها الاسلام دوجوردوي اللي تعرفوا انت احسن اكتبوا جي بزاف في الميكرو الاسلام دوجوردوي صنعوه ما بين 18ام و 19ام سيكل القران وصحيح البخاري صحيح مسلم ابن ماجه والترمذي كامل صنعوهم ما بين 18ام و 19ام سيكل كاين حقائق وكاين بزاف اشياء اللي زادوهم مثلا زادوا الاركان الخمس هذه زادوها ما عندهاش بزاف وباردون كي تقرا ليستوار تاع الاركان الخمس سوا ديزون كيفاش حكاوها لا سول ريفيرونس اللي تلقاها سي حديث فريمون ضعيف ولد عمر بن الخطاب اللي هضر على هذا كومون اون شوز اوسي امبورطون سوا سياليتي اوسي امبورطون اركان الاسلام خمسه ما كاين اوكين ريفيرونس عليها ني في القران ني في الحديث ني في حتى حاجه حتى روايه ابار حاجه كي في الوزيون لولد عمر بن الخطاب معليش نجاوبك كي تلقى حتى في ايه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر سي كوا سا بور توا فوالا هذه في القران وعلى ما كاش وامروا بالمعروف اركان الاسلام وعلاش ما كاش كاين ثاني رفق بالوالدين وعلى ما كاشها من اركان الاسلام اذا تحسبوا شحال الاسلام قال بزاف حوايج وان بلغ عندك احدهما او كلاهما هذه كاين الرفق بالوالد فلا تنهرهما ولا تقل لهما اف كاين هذه ولا ما كاينش قلت لك في القران وعلاه ما لا هذه حاجه مليحه وعلى ما كشف اركان الاسلام الخمسه وعلى ما داروهاش وعلى سبيسيالمون خيروا الصوم صلاه الزكاه شهاده والحج تاع ربي هذم زعما كيسكو هذم سي لا دوغاسيون تاع كفاه تعبد ربي تشهد سافو دير تامن باللي كاين ربي تصلي وتزكي تمد دراهم صافي دير لارجون او بوفر تو هاد الناس اللي ما عندهمش والحج لمن استطاع اليه سبيلا الاركان باينين كي دير الخير في مالك ما تعبدش ربي
نو تعبد ربي هذه عباده تي ريكونبونسي. وعلى فار اكزومبل ما دار ما زادهاش سي زيام ولا ينحي وحده ويدير هذه سي صح. نو هي عندك لا كونسيني عندك في القران. مي واش ما فهمتش كي يا ديسيدي كو اركان الاسلام خمسه كي يا ديسيدي هذا ما كان باسكو ما كاين حتى ريفيرونس على سا كي يا ديسيدي يعني بور اتر مسلم لازم دير هذه الخمسه في القران كاينه في القران ما كاينش غير في القران ما كاينش حاجه تقول باللي كاين الزكاه الا لا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه كي تهضر على رمضان وي. شهر رمضان الذي انزل فيه القران قلت لك كاين بزاف حوايج وعلى ما وعلى مي كاسكي دي باللي هذو هما يهم في القران باران تي تري انتيليجون بور نو با كومبروندر هاد الحوايج ساهلين سي سي تري حاجه ساهله خلاص وي مي كي يا ديسيدي في ما كاش في القران حاجه تقول باللي الفو خمسه اركان باش يكونوا باش تكون مسلم يا اخي ما كاش حاجه في القران وعلى شكون اني حايب نعرف شكون اللي خير باللي هاد الخمسه سوا سوا هما اللي يرجعوك مسلم وعلاش ما كاش اون سيزيام وعلاه ما كانوش ربعه وعلاه ما باش راك فاهم السؤال ديالي نو نو فهمتك لو بارون تسمى انت على قولك يقدر يكون 20 ركن مي هاد الخمسه سي لي بيلي نو هما سي لي بيلي لي 5 بيلي سا فو دير كاين حوايج اخرين بي لي بيلي تاع لادوراسيون مع ربي هما هذم عندك خمس حوايج ديالهم شكون اللي ديسي داك سا سوا سا ربي ما قالهاش في القران هذا هذه في القران ما كاشها ما كاين حتى ايه تقول باللي هذو هما لي بيلي اسمع انت دركا هي هي لو بروفيت اي ليفنو كون جيت مسلم دركا انت كون تامن باللي الرسول جا وتامن بالسيره قال المتواتره نحكيك الحديث المتواتر سا فو دير اللي ما فيه شك Eh ben, oui. ils ont transmis les musulmans ou selon le Bardam l'humour hadi. Parce que là, écoute, les gars, ça te pousse, ça te pousse à la certitude. À la base, ça te pousse à la dîn. Asna nijay, خليني بري. نقول لك هذه ونهبط. Le parent, بارك الله فيكم. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. وانا نمنيش هنا به نجوجي يا خويا اللي بغى يكفر يكفر اللي بغى يامن يامن كل واحد يتحاسب وحده كل كفاية يقول عندنا مثل في الجزائر كل شات تعلق من راك فاهم مو انا دون ما فامي عندي دابيا تقعد عندي سؤال الله يحفظك الا بغيت يا باتسو سي خويا لو سمحتوا لي بغيت نقول لك حاجه برك لو بارون بغيت نقول لك حاجه لو بارون سا فو دير درك انت تحوس على دين متكامل دين ما فيهش حاجه كيفاه يولي من بعد لو بوت كيفاه انت يعود عندك لو شوا كيفاه انت تقدر تمتحن ما فهمتش زعما انت لازم الاخر تاعك الدين متكامل ما فهمتش شوف دوك باغي نفهمك انت درك تقول كاين سيغتان ملحدين يقول لك ربي ما دام كاتب كلش وعلى باله باللي انت راح تروح للنار ولا راح تروح للجنه سي كوا لو بوت مي اون فيغيتي هنا شغل راهم يسوبريمي وباللي انت تا لو شوا اون فيغيتي ربي يعلم مسبقا باللي انت تو فاشوازيغ داتر مسلمون او كافر اي مسبقا الى لا ريبونس مي لا شوا سي لا تي لو شوا سي لو تيان سي انت اللي ديرو لي ريشيرش سي توا اللي ديرهم سمح لي برك انا مون بروبليم في الاسلام ماشي الحكايه تاع المكتوب ولا اخر انا مون بروبليم في الاسلام كيفاش ان ديو سي غرون اللي خلق لونيفير اللي خلق كاع لي غالاكسي اللي خلق ومن بعد يدوموندي لك انت يا المسلم لازم تقتل هذاك اللي ما امنش بيا سا سي تا بروبليم ما كانش ما عندناش هذه ما عندناش والله ما تسعيا لو فارون ما كانش هذه ما كانش واش هو صحيح لك حارب اللي حاربك ولا تعتدوا هذه الايله ولا تعتدوا اللي حاربك يحاربني ما نحاربوش الجزائر ما حاربوش المجاهدين جدودنا خرجوا الناس شوف قاتلوا شوف قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا اليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله اخي هكذا حتى يدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون قاتلوا لقتلكم اسمع سكيانك الرياض الاسلام كيفاش انتشر كيفاش جا عندنا بالسيف معليش معليش ماشي معليش ماشي معليش كيفاش جا عندنا الفيكينغ لي فيكينغ على ليبوك واش كيفاش جا الاسلام كيفاش جا حنا كنا مريحين لاباس علينا ياك بص جا من عبد واحد يزيتي اوبليجي على ليبوك اوبليجي كونتر يعني قلت لك جا الرسول عليك تعرفوا كامل ليستوار تاعو دونك هذا الامور والحروب راهي كانت كو ساسوا في وقت سيدنا موسى كو ساسوا في وقت سيدنا عيسى كو ساسوا في وقت محمد هذه الامور الاسلام هو الحرب الحروب كاينه الاسلام هو اللي حارب
هزو الاسلام وين كاين الاسلام كاين لا ميرد واش بك انت وين راح الاسلام راحت تحكي على الفتوحات الفتوحات تهضر على الفتوحات واش الفتوحات غزو على شنو الفتوحات وراهم الفتوحات قطع الراس وراهم الفتوحات هادو ما تقعدش معليش معليش لا لا معليش انت معليش ماشي معليش معليش جيلو انا ناقش فيك في دين انت راك تحكي لي في حقبه تاريخيه تراك تحكي لي من وراء الرسول والفتوحات انا نهضرك على الدين اسكو ديو اكزيست ولا لا تو سامبلومون الرسول تاعك دار باكت مع الصعاليكه قتالين قطعين الطرق وراح اعتداوا على قبائل بنو قريظه بنو قينقاع بنو لهم الرب تاعهم سباوي النساء تاعهم سرقوهم وقال لك حرب كيفاش رحت عند الناس مريحين صافي تحكي على تاريخ راك تحكي على استوار ماكش تحكي على الاسلام استوار استوار نحكي على الاسلام انا ما نحكيش على التاريخ نحكي على الاسلام كيفاش خرجنا من الموضوع الزول جيلو معليش اسمح لي برك ماريو تفهم اللغه العربيه نورمالمون انت مليح شويه شويه قدي قدروا علاش شويه شويه نورمالمون تفهم شوف لو كان تدخل القران دوت كوم في جوجل وتكتب ايات القتال في القرآن الكريم تخرج لك 41 آية نصية تحرض على الجهاد بشكل مباشر كيراك تقول انت يا الدفاع عن النفس يعني كي تقرأ الصيغة ما تقرأش الدفاع عن النفس تقرأ أمر بالقتال أوامر بالقتال يا أيها المؤمنون يعني تقرأ أمر بالقتال ما كانش الصيغة انت إذا جاك واحد تدافع على نفسك كاين أوامر تحرض على القتال فهمتك فهمتك إذا اسمح لي إذن هل قتل إنسان لإنسان يعني من حب الإله يعني هذا إله هذا باش يأمر إنسان باش يقتل إنسان لا هذا مش أمر إله عندك صورة الكافرون قراها برك ذوك تجاوبك إجابة تعترف لكم دينكم ولي دين شوف شوف كل نسخت 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 بصورة التوبة آيات نتاع القتال هي أمر بالقتل يعني أمر بالقتال ماشي الدفاع عن النفس ما فيهاش الصيغة نتاع إذا جاك واحد ضربك باش تدافع على نفسك فيها الصيغة نتاع الأمر بالقتال آيات هذا نتاع تقدر تثبت باللي راهم ما كانوش مرسولين تسمى بارابور الوقت هذاك اللي كان الرسول مع قريش ويحاربوا في بعضهم اذا القران غير صالح لكل زمان وكل مكان دونك نجتنب ربو نتهناو باش تكون اسمع اسمع نو اسمع واش اذا كاين ايه غير صالحه لكل مكان وزمان القران كاع راح لا لا راك غلط راك اسمع ما هو حكم المرتد في الاسلام ما هو حكم المرتد في الاسلام شكون هو المرتد الحكم اللي راك تهضر عليه تو اسمع جاء وليدك ولا بنتك قال لك خلاص انا نخرج من دين الاسلام اسمح لي لكم دينكم ولي دين انت ماكش مسلم انت ماكش تخش في الشريعه تعرف من عثيمين تعرف من عثيمين تعرفوا ولا ما تعرفوش نعرفوا نسمع به واش رايك واش رايك فيه ما تبعتوش ما كذبش عليك ما تبعوش هذا هذا ما كاش يوقف قدامه سي كيف فسر لك كيف فسر لك ما كاش فيها تمسخير داكور هذا سي تان مسلمون اي فري دو فري وقاري دين الاسلام مادابيك دركاتك نسمحوا لك يقول لك على حكم المرتد ما بلا سون ريان يعني ما كاش قتيلة ولا يحارب ولا داكور سوري عندي تو لكن نسمحوا لك اسمع اصلا اصلا يا يحول بريد اللي قاعد ابوستازي ديرهم بوبكر وبوبكر ما يعرفش الاسلام ابو بكر بصح على بالك الرده هذيك الحروب واش معناتها سي لو باران اللي هضر دركا لو باران الرده انا سمعت ما سمعتش ابن العثيميين ولا واحد اخر انا كان شخص ثاني كنت بكري نسمع له او عايش هنايا في لاسويس طارق رمضان او بون اللي سمعت له يعني في الردة هذه يعني واش راني نقول لك انا طارق رمضان سمعت له في الردة هذه اللي هضر عليها طارق رمضان ما بين ابو راك الاسلام
لا معليش نعطيك برك انا رمضان ولا لا تعرف اسمح لي شكون اصلا اسمع له اسمع له برك من عتيمين كاشف لان التارك لدينه مفارق لجماعه المسلمين التارك لدينه مفارق لجماعه المسلمين وعلى هذا فيكون المراد بقوله التارك لدينه المفارق للجماعة المراد به المرتد عن دين الإسلام فإن المرتد عن دين الإسلام يحل قتله يحل دمه أنا كلير ناتي بريسي برك انت جزائري اوبينيون تاعو هذا لوبينيون تاعو جونيرال انا فوت دو سكي دي هذا سي اون بيرسون اي ريبريزونت با ليسلام خلاص ما انت انت طيح في لي ميجيلمون لي فري ميجيلمون ياك لي فري ميجيلمون انت يا وانا اون اورا لو ميم سور من لوريد لوريد اذا ما تمنش باسكو هذا كلام الله شريعه الله انت راك تهضر بعاطفه تاع الجزائري تاع التربيه تاع واحد الجزائري شوف ربي ان شاء الله شت هذه احنا ما نهضرناش على هذا السوجي خليني غير منه هذا تعرف خير منه نو نو من جوني رينا فوتر دو لوي خويا ما نعرفش خير منه واش هو النمره عندي الاسلام خطيك غير هو انت تحب تسمع لي العثيمين ماريو ماشي نسمع لي ساعد لي اي حاجه راني قلتها لك اي حاجه تتعارض مع القران انا ما نقبلهاش انا في القران عندي لكم دينكم ولي دين خلاص لكم دينكم ولي دين ما كاينش مكتوبه راه اسمح لي غير دقيقه اخويا ماريو كما قال لك جيلو يقولوا لك قال خوت راك خونا ايتو وانا شايفك انا نشوف الوالده تاعي وكيفاش تربينا حنايا نفس الشيء يعني سبيريتوال فاهم نديروا الخير و... وربي محبه وسالم الامور ولكن سي بيان سي بيان بيان سور بيان سور هذا سبيريتوال واحد قال لك ما تامنش الناس ما تشوفوا الميكرو ماريو هذا غير غير نقول لك واحد الكلام كي في الاسلام الحديث اللي تكلم اللي قال اللي تكلم عليه الفارق الجماعه عليكم بالجماعه هذا حديث واتبع الجماعه اوكي الاحاديث هذه اللي ما تامنش بها وما تبغيهاش وتو غيزون من حقك هذا سموه التراث وسموه هذا هذا الاستوار تاعها جات بالتواتر عن ناس عدل فيهم عدل هذو سموه الصحابه كي ترفض هذه القرآن من جاء القرآن اللي بين يدينا اللي نقرأ فيه نقرأ لك الآيات اللي رضيت واللي تقرأها انت واللي يقرأه كاع الناس من جاء جاب التواتر صدق كنت ترفض الحديث غادي يجوك ناس يقول لك ناس اللي حاكمين في السنة كشي يقول لك تبت لي أنك القرآن نزل هكا كتاب ديركت تبته لي عن من شكون اللي قص القرآن وشكون اللي جمع القران هذه كي تبحث في هذه الامور راه تفهم باللي حتى القران جاب التواتر وفي قصه القران راه صرا ما صرا صرا سوا مساك كبير وي لربما انا ماذا بيا ما تقراش هذا الشيء باسكو غادي تقرا غادي تولي ترجف وحدك ولكن غادي يجيك النار وين غادي تبحث تبحث على هذا الشيء وغادي كي تقرا الحمد لله الحمد لله اليكس تفضل تفضل كمل راح نجاوب راح نعقب برك شوف كيما كيما نقولوا حنا المشكل وراه المشكل ان الخوت يتكلموا بزاف مع السلفيين علاش باسكو هادو الناس كي يحكموا يولوا يكثروا كيما كيما داروا لنا في البلاد يكثروا مع الوقت غادي انت وحنا والناس الصوفيين والناس كامل الناس كما دير سبيريتوال يبغوا غير الخير والقدام هادو كاع تا كيديروا لك ولا هادو كاع يعني اللي يبداو بهم يبداو ديجا ديجا لا بيوريفيكاسيون زعما التكفير باش بدا يبدا بالمسلمين يبدا بلي بروش واه يبدا بلي بروش اللي صرات في الجزائر 250 الف صاحبي حنا كاع قلت راهي بلادنا ونعرفوها دونك باش بدات راحوا الامريكان راحوا لاسرائيل لا يسموها التصفية التنقية يطهر المكان تردهم كاع سلفيين راك فاهمني من بعد تكون هذيك الأمة السلفية من بعد يوقع فيها كيما شت لي درابو نوار فاهم شنو صرا يعني هذا هو الخطر لان نتكلموا عليك مام سلفي مام سلفي فيه.
ما مسالمني في الخارج، راكو عايشين في الماريكان تلاقى سالفي يقتلك انت باسكو تاكل رمضان، ما يقتلش ماريكاني باسكو ياكل رمضان. وي باسكو يعتبرو كافر ولا باش راك فاهمني الكتاب ولا فوالا يفوت فيك ومن بعد هذاك الماريكاني يجي اون دوزيام بوزيسيون. راهم يديروا في الـ في الـ في التيك توك، راني سمعت دي لايف يسبوا اون فرونس، اون فرونس المسلمين يسبوا في لي بيرات، يقول لك خام جات وما يديروش حيت هادو مسلمات واحد لاطاك. راك غيرك حبيبي ماريو مش عارف وراك عايش، ولكن نتمنى لك تكون في اوروبا، ولكن ميم اوروبا راه ولات خطر، وهادو الناس ولاو خطر على المسلمين. واه ولات خطر على المسلمين. سي انكرويبل. لا ديرنيير فوا تفضلوا. لا ديرنيير فوا جيتي في في فرنسا، لقيت مع نالجيريا هكذا، هي اللي هضرت معايا الاولى ستينبر. الور هضره جيب هضره، هضرنا على الجيري ومن بعد لا سيتوياسيون ديغرادي. بالك صافي لونطون ما راحش درك قاعده تسقسيني، قلت لها لا سيتوياسيون سي ديغرادي، بديت لي ريزون ايكونوميك لي بروبليم تو لي بروبليم. قلت لها سون كونتي ليسلاميزاسيون كي هي لا باز. قالت لي بوركو ليسلاميزاسيون، جو هكذا جو سوي ما عجبهاش الحال. ومن بعد قلت لها ليسلاميزاسيون سي اون رياليتي، tu n'as qu'à voir par exemple les photos تاع لي زيكول، تاع لي فوتو دو كلاس تاع لي زاني 70 80، وشوفي لي فوتو تاع دوكا. شيوخ خديجه بكري كان كوستيم كرافات، دوكا بلي كلاكات والقندور، الهيبه تاع شيخ ما كاش يعني. سي اتاكي في الاخر ليسلاميزاسيون دخلت بارتو، الفتوات بارتو، شغل سا سي ديغرادي، رانا في حاله. ومن بعد واش قالت لي اسك توي مسلمان؟ قلت لها نو. عباك باللي وجهها تبدل، ومن بعد صاحبتها ولات تقول معليش معليش يا اخي يهبط دوكا في لاري، ما تزيدش كاع تشوفها. شغل شافت بليس قدامها، هذه ستون بور عايشه في فرنسا، زايده في فرنسا. وكي هضرت معايا كان معايا صاحبي، نسيت واش رجع لها بتمسخير، قالت له سمحوا لي على الاكسبريسيون، قالت له راك تمنيك بيا لو كومبروني. ومن بعد لو فات دو فوار ان نو مسلمون اون فاس ديل ال لو سوبورت با. وي باسكو تشوفك شيطان. حنا كاع الملاحين يقول لك هذو شواطين، ايوا يقول لك انتم مرضى. سي 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 طاطيب الاسلام هذا يطاكي راسو انتيريور افون ما يطاكي راسو اكستيريور كيما هكذا. تو تافي بيان سور بيان سور، باسكو ان فيت باش تلاقي من المسلمين باش الخلافه خص ما يكونش الفرق، ما يطاكيش الاكستيريور كاع، واش يطاكي الاكستيريور؟ وي يفا تابي على الانتيريور كاع المغرب تاعنا بيان سور. باسكو ان فيت يقول لك تصفي كاع المنافقين تقلعهم المسلمين باش يقولوا كاع مسلمين سنه كاع على الشرع، ومنها تكون الخلافه وتروح للجهاد. سي مصيبه ماشي سهله. دونك غير مام دي بروبليم بداو بيناتهم، لا سورس دي بروبليم بداو بيناتهم، معركه صفين، معركه الجمل، حروب الرده كاع بداو بيناتهم، ومن بعد خرجوا للموند. وي هي شوف، هي كاين الايات نتاع جهاد الدفع وكاين الايات نتاع جهاد الطلب. وي على بالي هذه تاع الدفاع، وكاين تاع الاخر تاع لاطاك. ماريو واش رايك؟ انا نسمع. السلام عليكم. نسمع هكذا يا اخي كاين. Je vais vous dire que nous étions sur un sujet très très important. Nous avons dit que nous avons dit que nous 25 scientifiques qui ont bien. Nous avons dit l'histoire de la science. C'est ton point de vue. Ça fait partie. نقول له لا سونس بيبي مش مشكل. لا من بعد عطينا المعجزات الشوتيفيك تاع القران. نو باغي نحكي لك حاجه. وي قول لي لو باراج طون بخي خويا. مقبل هضرت لك على سوره هود، ومن بعد تكوبينا هذيك الحكايه تاع اللي خرجنا من الموضوع. كنا في موضوع تريز انتريسون، بعد طق رحنا الحاجه انا ما نفقهش فيها. انا الاحاديث مانيش مختص يعني. كاينين الناس ميل فوا بليز انتيليجون عليا انا. يا با توسي لا سيونس. وكاع غادي نعطيك كيسيون. لو سمحت معايا. اسمع عليك. اون با ايكوتي اتينا ومن بعد نكمل. اتينا. Bonsoir tout le monde. Bonsoir اتينا. جيلو، جي تي ديكوفير سا في با لونتون. اي جو مي سو ابوني بينا.
طلعت باسكو ديجا باسكو حبيت نهضر معاكم وثاني باسكو هضرت مع ماريو جو با سي تو ترابيل دو موا صافي كلكو جور جيتني اكزاكتومون افيك لو ميم ارغومون تاع الشمس المستقر تجري معك الدور اي اون ا ديسكوتي دو سا دونك جو فولي بارتيسيبي شويه معاكم Et le fait que nous la science c'est une bonne chose. Oui, je coûte pas encore Mario Tani. Qu'allez-vous le Alex du fait que qu'il y a 4000 ahadith, ça n'a pas de sens logiquement que tu prends le Coran parce que l'isnad ou la chaîne de transmission elle s'est passée de la même manière. Donc on a reçu le Coran, il a été transmis de la même manière que le hadith, enfin le hadith de Rasoul. Et en plus Je trouve pas qu'il y a eu un changement de sujet parce que quand on parle de la sira, sira de Rasoul, ou sira normalement tu as pas tu fais le Coran parce que sinon tu fais que tu as pas le nozol ou bah la belle que d'où ça vient et sur le dire cherry picking chouia tu vois sur tu prends ce qui t'intéresse là comme dino comme Walid dino parce qu'il parle octol sur là la clique marquage Donc j'essaye de comprendre un petit peu la logique. Anine Choufi, comme ça fait un moment que je suis en train. Il est totalement illogique. Bonsoir Athéna. Bonsoir Mario. Bonsoir, je t'ai reconnu. Tu as reconnu ma voix. On a dit, ouais, voilà, même moi. Barakallah avec Athéna. Non, on était en train de discuter à certaines ayats. Oui, j'ai tout pour fait, les musulmans. Voilà, exactement. Et après, on a changé de cap. لينا نهضروا على ابن العثيمين وعلى تشوا سا اي مو شو با ان سبيسياليست يا دي جون اللي عندهم سما كابابل ان انا نخلي هذا لو جور دو سوجي لي جون هذو حنا كنا نهضروا غير في لا لوجيك فوالا ماريو اسكو تو لو سيره رسول الله جوست حبيت نعرف هاد لا كيسيون حبيت لا بروف لا بروف شوفي لا بروف كو اون بو با تو سافوار تو با جيلو توت الوغ كي قلت له مواقع النجوم ما كانش يعرف الايه ولا يسقسي في صاحبه لو باران خرجها منا تك تك الوغ كو لوي لي تي با او كورون نو نو ما كانش يعرف الايه اون بو با تو سافوار انا سقسي ابن كثير انا سقسي ابن كثير باسكو ابن كثير اللي ريكوني بار لي 4 ايكول دو جوريسبرودونس دونك سي بور موا سي لا ميور سورس باش دير تفسير مي كوا كيل اون سوا انا كنت قرانيه قبل ما نخرج من الدين دونك جو كومبران لو ريزونمون هذا بصح حبيت نعرف اسكو قريت سيره رسول الله ولا لا باسكو تقراها دير لي كوشمار على بالك لازم تقراها وتشوف ليستوار تاع البروفيت واش Athéna, c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu. On est bien d'accord. Donc, il y a le point. Et nous, on a fait le point. Voilà. Comment le courant il peut t'attirer? Comment il y a des versets qui t'interpellent? Mais bon, ce sera un livre comme des autres. On a fait d'un côté logique. ça veut dire مش نحكيو على رواحنا هنا او تاع لوجيك زدنا في لوجيك هاني قلت لك هاني عطيتك باغ اكزومبل هو يشوف دي لوجيك سي بون باسا دو كونكورديز ماريو جي با سي تو كوني سو برينسيپ لو كونكورديز سي تو ما دي لا ديرنيير فوا عطينا لو كونكورديزم ادي تابي بور تو هذا بور تو جيلو بور تو Pour toi et pour plusieurs personnes, c'est ton choix, c'est ton droit, c'est ta liberté. Athéna, mais pour d'autres gens, Athéna les sciences, Athéna la science au Coran. Il y en a plein. Il y en a déjà les deux trucs, moi qui m'ont laissé réfléchir. Mais tu ne peux pas te dire que tu as dit que le Rasoul après toi tu vas تتفسروا كيما تبغي زعما يفو باك سا سوا كوم سا علاش ما تقولش راهي هكا سي لو بون سونس tu as parlé des étoiles من فضلك هضرت على النجوم قلت ان تعلموا مواقع النجوم لا شيء عظيم مليح لي بال سات اي وجاب لك التفسير تاعها انا غادي نعطيك واحد الصلحه وسمع زيناها بمصابيح يعني النجوم وجعلناها رجوما للشياطين tu sais toi qui est scientifique et qui est inspiré par la science. C'est très, très beau ce que tu fais. Mais quelle est la dimension, la grandeur, si tu veux, de l'étoile par rapport à la Terre ? Ne me donne pas un chiffre exact. Mais elle est immense, ok ? كيفاش الله يحكم هاد النجوم ويرجم بهم الشياطين اللي يهودوا في السماء الارض يهودوا عندنا في الارض ويجوا
ويتعاملوا مع الجن ويتعاملوا مع الانس باش يوخرونا على الطريق المستقيم. كيفاش يرجمهم بنجوم؟ أليكس تو سي موا سكي ما في بوغي لو كون جيتي كيف كان انا كنت كيف كان سو انا ولد صوفيه انا هاد الاشياء العلميه اللي خرجتني من الدين ما خرجنيش سليب عائشه العلميه هادو باسكو ما كنتش نعرف مليح هادو ما سمعتش عليكس لفراز الأخرى اللي قلتها ما فهمتاش جو فو دير قلت عائشة وي صافا دير انا ما جيتي با اونكور دون لي ديتاي دي حديث عائشة وزوال الصغيرة ايتو ما كنتش عاد نعرفهم كيلوطا سي تو فو اسمح لي على الكلمة تو كومبخون ما كنتش نعرفهم انا ديجا الزنداني هو اللي خلط لي عقلي il fallait pas que je l'écoute j'étais très j'étais un gamin وليت ناقر مع المسيحيين في الجزائر هما خرجوا لي واحد الصوالح بعد وليت نقرا قران بزاف دونك غادي نقول لك صراحه واحد اخرى في نفس الامر علميا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال تعرفها هذه ايه عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابينا اوكي كيفاش الجبال لي بلاك تكتونيك تي كوني ليفولوسيون دو لا تير Les plaques tectoniques, ils ont fait des montagnes immenses, une forme de montagne. Ou qu'il y a des volcans, le magma et tout ça que tu connais, après refroidissement à la Terre, les volcans chez Dero, des montagnes. Donc, toutes ces montagnes, ça fait partie de la Terre. Il y en a l'Ard. Qui te dit, j'ai l'air, j'ai fait l'Ard. علاش الله يتكلم السماوات ديجا ما نعرفوهم شحال قال لك سبعه والرمال سبعه سي انكرويابل خلينا من الاجابه تاع ابراهيم امام ابراهيم نشر يصلحوا باسكو ما قدوش والارض والجبال اتون كوم سي باغ اكزومبل ماريو ان اكزومبل مو جو تو بارل كوم سي جو تو بارل جو دي جو بارل افيك طون كور مي افيك تا مان مي تا مان في بارتي دو طون كور ولا راسك راه في الكور تاعك tu comprends c'est que هنا يا ديجا علاش tu sais pourquoi parce que يقول لك الجبال الارض كانت تميد نزل الجبال من السماء حتى لا تميد بكم كان الفيبري دونك الى جعلها رواسيه اللي ز بلونتي كي تروح التفاسير تنخلع اوتاد وا اللي ز بلونتي وي اللي ز بلونتي دونك الله كيجعل بلي الجبال والايه اللي تهضر على باللي لي مونطاني يتحركوا كيستو بونس في يوم القيامه يوم القيامه هذيك يقول لك كي نهار اللي تجي الساعه شندير نقلب كلشي قبل ما نعطيك الايه واعطيني الايه واه دابا نجبد لك القران ونعطوك الايه فازي خلي نجيب الايه هذيك تكلم على الساعه تروح تقراها من التفاسير ليش حبيتو تهضروا سيونتيفيك نهضروا صوالح سيونتيفيك لا كرياسيون دو لا تير فوالا افيك بليزير واش قال لك سيد النبي قال لك خلق التربه اليوم السبت والجبال اليوم الحد والشجر اليوم الاثنين والمكروه اليوم ثلاثه والله ما بان شنو المكروه وخلق النور لا لوميير بالاربعه وقال لك الدواب اليوم الخميس قال لك خلق ادم عليه السلام بعد العصر من اليوم الجمعه قال لك في اخر ساعه من ساعات الجمعه scientifique. Alex. Alex, c'est bien. 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 ايه كاين تفضل فوالا الايه تقول وترى الجبال تحسبها جامدة وتكمل وتمر كدقيقة برك نشوفها باش ما نغلطش باسكو انا ما عنديش اغلط برك معليش مسموح هنا وهي تمر مر السحاب نعم اقرا الايه اللي قبلها هاني قلت لك انا نعطيك ايه وانت قول لي فهمني ايه اللي قبلها ايه اللي قبلها جوست ايه اللي قبلها بلا تفسير هكذا راك تسمع فيا هذه مره سحاب الايه قول لي الصوره وين هي الله
مانيش عاقل عليها. سورة النمل 87 سي صح؟ اوكي 87 88 هذيك تاع لومبريولوجي اعطينا سورة المؤمنون ابارتير دو 12 13 يفو جوست الي فير دي ريشيرش سور كلوديوس غاليان. Je sais que c'est du copier-coller de Galien et qu'en plus voilà. de ça, il y a plein d'erreurs. Et pourquoi je l'aime beaucoup? En fait, c'est ma préférée parce que qui fait dès le concordisme, c'est presque impossible. À chaque fois, on bloque un bédic parce que. Mais qu'est-ce qui fait chez Kololi Tedjrim Antaïd d'or ou. Le bon web à ma cache. Déjà, mais qu'existe je gars. Elle n'existe pas. On bête qui colle surtout pour colle Kessaouna l'Aïdam à l'Ahmed. Tu ne peux voilà. pas changer le sens. Voilà. Ou tu oublies les Galiens, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Et en plus de ça, tu prouves que c'est faux. Alors, fais-le. Galien, considéré comme le deuxième plus grand médecin qui a connu l'humanité après Hippocrate, hein, 400 avant Jésus-Christ. Galien, 150 après Jésus-Christ. Avec. Avec le Hilt Queen Janin, où je suis dans le Coran. عكس واش يقول العلم هذاك الرسول كان قاعد وكان ياكل في كشجيكو ويشوف كيفاه كان ياكل في الشحم واللحم ومن بعد حتى نوصل للعظم هادي درت عليها فيديو يا 12 اون ولا راهي في اليوتيوب على كلوديز وين نهضر لا عشان من بعد ما نشوف شكون ني با تاع عشان جيلو اهضر واش حبيت J'ai 4 ou 5 chaînes, mais Sotaouli, des centaines de chaînes de Sotaouli. Jamais ici. Sinari, oui, même année. Hadar qui m'a dit un signalement. Où je vous aurai 41 000 likes. C'est pas normal, là, c'est pas normal. Hadi Khtara, Hadi Wahad, comme Ajaz Almi, Hadi Talon Brio, Hadi. لا واش ريبونديت له قلت له ما ندخلش معاك في لا ميديسين باسكو ني انا ني توا نو سوم دي ميدسان دونك tu peux me contredire tu peux te mettre en niche قلت له نعطيك حاجه il était universitaire قلت له نعطيك دو شوا اس دونك نورمالمون لا بروميير سيمين حتى لا دانيير سيمين 39 40 سيمين نورمالمون يكون الفيتوس اون ايتا تاع سكيلات قبل ما يتفورم اللحم قلت له نعطيك دو كا اسكو في ليستوار صارت باللي اون فام كي ا في اون فوس كوش ولا افورتي د سكيلات ولا اذا حبيت نروح لا فاكولتي د ميديسين نشوفوا لي زومبريو بروميير سيمين دوزيام سيمين تروازيام حتى الاخر نشوف اذا كاين واحد منهم يتشبه السكيلات ما سا سي فور بصح يقولوا لك زعما المضغه سي دوكو سي لومبريون بعد لي زو سا فايتر ا لانتيريور ومن بعد زعما نو ميم سا سي فور C'est pas comme ça que ça. C'est faux. Même ça, c'est totalement faux. On va faire les étapes en fait à l'embryologie. Et souvent, ce que j'entends, c'est en tant qu'humain, on a bien la chair, faut que les os. Je relis le cas ou une façon de le dire, mais il voilà. n'y a pas de concordisme. Il y a quand même pas de concordisme. Qui se développe en même temps. En tout cas, malheureusement, je vais laisser des cellules souches, c'est le tout qui se développe en même temps. Non, il compte. Yeah. Non. Et même quand tu comprennes, ils disent que la forme humaine t'ana, on a les os, bah on a la chair par dessus. Tu vois, sur le chlas là, on est dans la dissonance complète. J'avais un couple qui me suivait sur YouTube, alors je habite, il est médecin ou physio de New York, il travaille au physio de l'université de New York. Bien à droite, on a parti. هي قالت لي مي سي اكستراوردينير قالت لي انا مسلمان باسكو ها واش دخلني الاسلام وقالت لي هذه انا ما فهم والو كنت ما ريان دي تو على الاسلام والرب هذا ما على باليش بالبوم كاع قلت لها وريني عطاتني هذيك الايه بديت نقراها هكذايا وبديت نبحث في انترنت ميدسان يا ربك هذه وتقري في الماريكان بديت نبستش كم يا 12 و 13 عام لما هاد الاستوار هادي ونطيح في غاليا غاليا بديت نقرا الاستوار تاعو اون فيت ليغليز كان عندها 150 عام اللي جا بوشهورة جيزو لو انترديزي دو ديسيكي ولا دو فير لي زوتوبسي
في لي كادافر هومان دونك هو واش كان يواسي في لي زانيمو اي مالوريزمون بور لوي ماشي كيما حنا ماشي كيما الحيوانات عباد الغلطات كثيره وقال ياه قال لك باغ اكزومبل لي غلوبولو الدم منين يجي ما خاش غلوبولو لو سون سي لو فوا باسكو شاف لو فوا مارون هكذاك قال لك ما يكون غير لو فوا لي لي ما كاش يعرف لي غلوبول بلون ما شافش لاموال لا ما 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 امبوسيبل شوف et donc c'est pour ça qu'il a fait beaucoup d'erreurs il a fait des erreurs mais il est considéré quand même comme le deuxième meilleur médecin qu'a connu l'humanité donc un professeur Deschamps c'était un chirurgien c'est lui qui a opéré le roi Faisal Ben Kalbo c'était il était numéro un mondial là professeur Deschamps maître Kawakela c'était un ami hein on rehlul dar marto américaine Et elle s'occupait des jeans brésiliens, en France. Quand tu vois ces défilés, non. D'ailleurs, je suis allé manquer un peu de temps. Tu as dit qu'il n'y a pas de différence entre Hippocrate, Galien et moi. Dans la salle d'opération. Avec des hachini. Tu commences ça Allez, on utilise les mêmes instruments. Tout mais encore. C'est pas suffisant pour me convaincre que c'est la même méthode. Allez, nous, l'avantage qu'on a, c'est l'imagerie. Allez, avant d'opérer, on peut voir. Allez, Ouma, il ne me voyait pas. Allez, là, on a le microscope. Exactement. Eux, ils ne l'avaient pas. Exactement. Allez, c'est pour ça que... Mais sinon... On a les mêmes outils. Le bistouri, on l'a. Huma les khalqou. Les pinces, tout ce que vous voyez. La technologie a évolué. Voilà. Juste l'imagerie. Avec c'est qu'on Oui, ben oui. On ne peut pas dire que les médecins hadouk, ils ont fait des erreurs parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Pas du tout. Au contraire, ils n'avaient juste pas les connaissances et la technologie les amenait aujourd'hui. D'ailleurs, Galien n'avait pas connaissance de l'ovule, et Allah non plus. Mais... Mais Galien, c'est pas grave, mais Allah. Exactement. Galien, c'était son époque. Ils ont fait une partie du travail, le travail, et ainsi de suite. C'est comme ça que la technologie avance. Exactement. On ne peut pas dire que Galien n'était pas bon, mais on peut dire que Allah est censé connaître. C'est lui, c'est lui le créateur. Donc. C'est mon bel la mère la belle. Alex, مقبل عطالو آيات عن النجوم تاع زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. واش حبيت نزيد مقبل سيك اون دور دو سا يا اون غروند كونفيزيون في القران بين النجوم ولي زاستيرويد باسكو لا il parle pas vraiment pour lui c'est نجوم لي زاستيرويد كنشوفوهم طاحوا لي زيتوال في لونت pour lui هذوك هما النجوم alors que ça n'a rien à voir مع النجوم لي زيتوال في لونت داير ما في الايه فوجدوا شهبا رصدا لي زيتوال في لونت عندهم سنين من اللي ماتوا ما C'est des débris qui rentrent dans le l'atmosphère. Dans ouais, l'atmosphère terrestre. Donc ça se brûle. Qui met les fusées qui roulent l'eau quand ils reviennent et ben ça brûle. Ils étaient au fond et tout parce qu'ils les calculent. C'est un calcul. Ce que tu disais aussi, c'est qu'il n'avait aucune notion du cartilage. L'os, c'est un bébé. Si la il aura des fractures. Il est cartilageux. C'est-à-dire que j'ai le bébé, c'est pourquoi on fait très attention, mais nous, faut chez tout. Parce qu'il n'est pas encore développé. Il n'est pas encore fini. Bien sûr. D'ailleurs, le cas de la raso, tu peux lui faire des dégâts au cerveau. Bien sûr, parce qu'on a le. Et en plus, il a. T'as un endroit très, très fragile. Il n'y a que la peau. Au niveau de la tête, il n'a pas encore durci. Il y a une partie.
لوسي يلحق على جمير ديالو لوسي يلحق على جمير براتيكمون 20 طون كي تحبس لا كرواسونس باسكو انا بيزون دو فيتامين دي فوالا سي سا فيتامين دي لي فيتامين دي اللي قلك ريون سولي دونك هذيك الملغيغه ياك يقولوا لك كيش يقولوا لها هذه اكوا تسير يعني جو بارلا ان سيونتيفيك سا سا كوا بوكو اتينا فازي Athéna, médecin. Non, non, je ne suis pas médecin. Ah, à quoi Alors, nous avons le crâne. En fait, cette partie elle est très compliquée à expliquer. Je ne suis pas non plus spécialiste. Le jour où mon fils il est né, il est né. Donc, je suis allé comme je suis le médecin, je suis allé jouer. Parce qu'en fait, sa tête, la tête, en fait, elle n'est pas encore soudée. Quand la forme elle est soudée dure, mais il sort. Donc j'ai écrit le cartilage, il peut se modeler ou qu'il sort de. Oui, oui, ça c'est certain. Il a pas le crâne. Avec la place, moi je peux pas te dire exactement parce que j'ai pas demandé. La lose. Il faut protéger le cerveau. Oui, oui, mais allez, j'ai très bien. Non, allez, c'est mou. C'est ça, Dilo. Ouais. Pourquoi ouais. C'est mou? Pourquoi juste cette c'est pour, partie non, c'est pour éviter non. Les fractures non. Du crâne, peut-être. Non, c'est justement pour faciliter le passage par le canal de la naissance lors de l'accouchement. Bah, mes couches, il y a bzzaf, où il sera un problème. Il est un peu mou pour qu'il soit un petit peu déformable et que la naissance il passe par le passage. Donc cette souplesse, elle laisse place au cerveau pour grandir rapidement, balatique. Subhanallah. Pardon, Mashallah. Je ne suis pas sûr, mais je pense parce que on réalise à l'émol parce que l'axilléa elle n'est pas couverte d'une grosse zone de yani, pratiquement c'est de la peau, mais qu'est-ce que je fais? Donc on a directement accès à l'os. Mais ce qui m'a lié là il y a des muscles. C'est fin, la couche elle est fine, mais ce qui m'a le fémur ou les autres os. J'imagine, enfin, c'est mon point de vue. C'est la fontanelle. Alors, s'il y a quelqu'un qui a scientifiquement une réponse à la fontanelle, bon, ça, entropie, dans, c'est plausible. Ce non, qu'il en a dit. Fait, je viens de faire une recherche vite fait, donc j'ai la réponse. Donc, les fontanelles sont des espaces nains et ils n'ont pas encore fusionné. Donc, ça permet au crâne du bébé d'être flexible et de s'adapter au passage. Dans le canal de naissance et ça facilite la croissance rapide du cerveau au cours des premières années de vie. Voilà. C'est ce que vient de dire Anthropy. Merci Anthropy. Exact. Alors. Et merci Athéna. Allez, messieurs dames, il est 5h20 du matin. Hein? Il faut pas que je rate hein, parce que tranquille. Allez, merci beaucoup. Juste un petit hadith vite fait. Avec où j'ai dit j'ai découvert il y a pas longtemps. Avec où je suis celle qui pas notre salle le fajr ce matin. C'est un il fait pipi dans tes oreilles. Voilà. Satan bel fait ou bel le Shaitan nous fait odonner. Ou mettez des choses là. Lucifer là. Ouais. Le truc tu le rates. Merci beaucoup. Hadou j'ai amené bête la histoire. Tlaj mental chhal. 6 ans. 5 ou 6 ans. جيلو. قبل ما نقول لك بقى على خير. ما تنساش تطف على نسائك 9 بغسل واحدة. ما تنساش. واحدة وما كاش وين 9. أنا واحدة وما كاش. جيلو. هلي. مرسي. واشون. قبل. تو يابوزي اون كيسيون اللي يمنو بهالحكايات لاش تاعهم شحال. لا كروايونس البروبليم سي لا كروايونس باسكو ما باش تعرف حمد عبد الصمد. Oui. حكى خطره واحد الحكايه على ان امي لوي كي دكتور اون فيلوزوفي دونك سي باريا دكتور اون فيلوزوفي سي كوم قال لك سمعته خطره يصلي قال لك شفتو يصلي ويصلي بتبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب اكسترا قال لك اوكي مومو الا يوتيليزي سون باجاج دو فيلوزوفي بور سو بوزي لا كيستيون بلي راني نسب في واحد مات هي 14 سيكل كل انتيري ديريال صا دونك ما باش اذا فهمت الهمالوجي شنو
ولا وصلت القلم عتل بعد ذلك زنيم سمسمه على الخرطوم تطيح الله يطيح الله زفري عندنا قصه ديال يا الفوايو ديجا كيفك شو والديك صورة النساء صورت النساء فيرسي 24 والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ثم وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم منهن أتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما ترضيتم في فريدي فيلم بورنو يا رب فيلم بورنو هيا بقوا على خير ميرسي ديزولي لي انشانتي ديزولي لي ما طلعتكمش عييت راه قريب الخمسة ونص تاع الصباح ميرسي بوكو عيبقى على خير على خير